السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أول فيديو من فيديوهات رينال فيسيولوجي. رينال فيسيولوجي هو من أرخم وأصعب الشباتر في الفيسيولوجي ده بجد، يعني مش بهزر. بعد السي ان اس، يعني هو السي ان اس أرخم شابتر في الفيسيولوجي بعدين الرينال. بس الفكرة كلها هو رخم في إيه؟ في شوية كونسبتس كده بتتقال في الشابتر أنت لو ما فهمتهاش من الأول بتفضل طول الشابتر مش فاهم حاجة. فعشان كده أنا بالنسبة لي أهم فيديو هو الفيديو ده والفيديو الجاي، لانه بيعرفني البيزكس بتاعه الرينال وازاي بنتعامل اصلا مع كل حاجه في الشابتر. بعد كده الكلام بيبقى سهل شويه والكلام خلاص بنبدا نتعود عليه. فالفيديو ده لو طويل نسبيا بالنسبه للكلام اللي هيتقال فيه او الكونتنت اللي هيتقال فيه، فده عشان نوضح كل كلمه اتقالت ازاي واتكتبت كده ليه، عشان نسهل على نفسنا بعد كده ونلاقي الكلام متكرر فيكون الموضوع سهل. فانت لو لقيت ان انا بقول كلام باستفاضة شوية ما تزهقش، حاول تفهمه معايا كويس عشان يسهل علينا بعد كده ان شاء الله. الباوربوينت ده هينزل في لينك الديسكريبشن على الفيديو، بحيث ان انت لو عاوز تذاكر منه بعد ما تخلص الفيديو هيكون مصدر مذاكرة كويس بالنسبة لك بإذن الله. يلا نبدأ. اول حاجة هو ايه الفانكشنز بتاعت الكدني، يعني ليه ربنا خلق لنا اصلا تو كيدنز او كليتين. يعني عشان اول فانكشن عندنا اكسكريتوري فانكشن. كلمه اكسكريتوري فانكشن يعني بتخرج حاجه، كلمه اكسكريشن يعني اخراج، فهي هتكون بتخرج ايه؟ هتكون بتخرج ويست برودكت، اللي هي الويستز. احنا عندنا في جسمنا في مواد بنسميها نيوترينتس، نيوترينتس يعني حاجات مغذيه جايه من كلمه نيوتريشن، وحاجات ويستز يعني حاجات فضلات احنا مش عاوزينها في الجسم فلازم نتخلص منها. فالويستز بتاعت جسمي بتنقسم لاربع حاجات. اول حاجه عندي مثلا الكربون دايوكسيد جاز. الكربون دايوكسيد جاز ده بنتخلص منه عن طريق الريسبيراتوري سيستم، مش عن طريق الرينال سيستم خالص يعني. طب ليه جايبينه هنا؟ عشان اعرفك كل الويست برودكت اللي في جسمي. يعني الويست برودكت اللي في جسمي هم اربع حاجات، اول حاجه فيهم الكربون دايوكسيد جاز، ونتخلص منه عن طريق الريسبيراتوري سيستم ان اكسبيريشن، اثناء الاكسبيريشن. يعني انت لما تعمل كده بتخرج نفس كده، فانت كده ايه بتعمل اكسبيريشن فبتخرج كربون دايوكسيد جاز. تاني حاجة عندي الأمونيا. ما هي الأمونيا؟ الأمونيا ده عبارة عن ويست برودكت نتيجة إن احنا بنكسر البروتينز. البروتينز لو تفتكر كلام بايو كيمست شوية، في الأمينو أسيدز، كل أمينو أسيد كان بيتكون من كربون ماسك فيها COOH وماسك فيها NH3، والNH3 دي هي الأمونيا. فلما تيجي تتكسر بروتينز أو تتخلص من بروتينز زيادة عندك في الجسم، تخلص عن طريق الأمونيا. الامونيا دي توكسيك سبستانس، توكسيك سبستانس. وركز في الكلام ده كويس جدا، زي ما اقول لك الكلام يبدو سهل بس كل كلمه نحتاجها بعد كده. الامونيا توكسيك سبستانس، لو فضلت في الجسم بتموتني حرفيا، بتعمل حاجه اسمها توكسيميا، اللي هو بتعمل تسمم في الدم. فالامونيا اللي هي التوكسيك سبستانس اللي هي ال NH3 دي بتتحول الى يوريا، واليوريا دي ليس توكسيك يعني اقل توكسيستي شويه، وبتخرج عن طريق الكدني النيورين اكيد. يعني اكيد احنا بنخرج الفضلات بتاعتنا عن الكدني، يعني بتطلع ايه؟ بتطلع يورين. ثالث حاجه اليوريك اسيد. اليوريك اسيد هو نتيجه تكسير النيوكليك اسيد زي مثلا الدي ان ايه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو في بني ادم بيكبر اللي هو في مرحله جروث، في نمو يعني في جسمه، فهو كده بيعمل سيل ديفيجنز كتير. لما يعمل سيل ديفيجن كتير يعني في دي ان ايه بيحصل له مالتيبليكيشن وكده، فاكيد هيطلع ويست برودكتس كتير، فبالتالي الراجل ده يكون عنده يوريك اسيد كتير، مفيش مشكله. تمام، ده كلام كويس. ايه تاني؟ الناس اللي بتاكل بروتينز كتير، البروتينز دي برضو بتطلع يوريك اسيد كتير. انتوا عارفين اليوريك اسيد ده لما بيزيد، اليوريك اسيد لما بيزيد بيعمل لي يوريسيميا، بيعمل لي حاجه اسمها يوريسيميا. ويوريسيميا يعني زياده اليوريك اسيد في الدم. لكن لو قلت لك يوريميا، يوريميا يبقى زياده اليوريا في الدم. تمام، يبقى لو قلت لك يوريميا يبقى اليوريا زادت، لو قلت لك يوريسيميا يبقى اليوريك اسيد زاد. والاثنين كده كده نتيجه ايه؟ نتيجه اكل البروتين ونتيجه مشكله في الكدني. لو زاد في الدم يبقى الكدني مش عارفه تخرجه في اليورين، فبالتالي هيزيد في الدم. فاليوريك اسيد بيجي عن طريق النيوكليك اسيد زي الدي ان ايه، وبيجي عن طريق البروتينز، بنتخلص منه برضو فين؟ في اليوري برضو. اخر حاجه عندي الكرياتينين. الكرياتينين
ونتيجة تكسير برضو البروتينز برضو سبحان الله يعني. بس مش نتيجة تكسير بروتينز، خلينا نتكلم كلام اكثر دقة ونقول ان الكرياتينين ده عبارة عن ويست برودكت من الميتابوليزم اوف ذا ماسل. يعني الماسلز لما تيجي تعمل ميتابوليزم بتطلع كرياتينين. ليه؟ لان لو تفتكر كنا بنقول البرايمري سورس اوف ذا ماسل انرجي، يعني مين اللي بيدي انرجي للماسلز، كنا بنقول عليه حاجه اسمها كرياتين فوسفيت. الكرياتين فوسفيت ده لما يتكسر يطلع لي حاجه اسمها كرياتينين. الكرياتينين ده لازم نتخلص منه عن طريق اليورين. يبقى ده ماسلز ويست برودكت او ماسل ميتابوليك برودكت، خلينا نقول كده ميتابوليك برودكت، برضو نتخلص منه عن طريق اليورين. يبقى عاوز اقول لك ايه؟ عاوز اقول لك ان الكدني ليها وظيفه اكسكريتوري. الوظيفه الاكسكريتوري بتخرج لي ثلاث حاجات: الامونيا اللي بتطلع كويست برودكت من الليفر، الليفر على فكره هو اللي بيخرج لي الامونيا، فبتتحول الى يوريا، واليوريا بنتخلص منها عن طريق الكدني. تمام؟ اليوريك اسيد ده نيوكليك اسيد ميتابولايت او ويست برودكت ناتج من تكسير النيوكليك اسيد زي الدي ان ايه، والبروتينز برضو لو زادت في الدم بتعمل لي يوريسيميا، واليوريسيميا ده هو الجاوت اللي هو النقرس، ده اللي بيعمل لي جاوت او نقرس. الكرياتينين اكتب لك نقرس اهو، النقرس ولا تزعل نفسك. الكرياتينين ده نتيجة ميتابوليك برودكت من المسلز، لان المسلز البرايمري سورس بتاعها اوف انرجي اسمه كرياتينين فوسفيت. الكرياتينين فوسفيت ده فوسفيت بيعمل لي الاي تي بي لو تفتكر، فبرضه لازم نتخلص منه عن طريق الكدني. فلو قلت لك مثلا في فيديو الاخير تقريبا رينال فيلير يعني الكدني باظت، فهينتج عن ذلك ايه؟ accumulation of the waste product، accumulation of waste products في الدم، يعني مش عارفين نتخلص منها عن طريق اليورين، فتراكمت في الدم. فلما تراكمت في الدم عملت لي حاجه اسمها ازوتيميا. ازوتيميا معناها accumulation of toxic substances. تمام؟ هكتب لك كل الكلام ده بحيث ما يكونش ناقصك حاجه وتعرف تذاكر من الفايل يعني ان شاء الله. ازوتيميا in رينال فيلير، لان صدقني لو استريحنا في الفيديو ده هيبقى اللي بعد كده سهل خالص يعني. طيب تاني فانكشن عندي حاجه اسمها هوميوستاتيك فانكشن. يعني ايه اصلا هوميوستاسيس؟ كلام كان موجود في البايوفيزيكس لو تفتكر. هوميوستاتيك فانكشن معناها ريتيرن تو ذا هيلث ستيت او نورمال ستيت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيلز الخلايا حواليها اكسترا سيلولار فلويد، كلام بايوفيزيكس قوي يعني. الاكسترا سيلولار فلويد ده هو اللي بيحافظ لي على الهوميوستاسيس، لانه كنا بنعتبره حاجه اسمها ذا انترنال انفايرمنت اوف ذا سيل لو تفتكر يعني. كلام بايوفيزيكس انفايرمنت اوف ذا سيل. فمين اللي بيحافظ على الاكسترا سيلولار فلويد، او مين اللي ليه عامل كبير في الحفاظ على الاكسترا سيلولار فلويد بنفس الاوزمولاريتي بتاعته بنفس الالكترولايتس بتاعته؟ هي الكدني. الكدني بتحافظ لي على الهوميوستاتيك فانكشن لان بيجي لها 25% من الكاردياك اوتبوت ان 1 مينيت. يعني في الدقيقه الواحده بيجي لها ربع الكاردياك اوتبوت. هو الكاردياك اوتبوت ده كان كام تفتكر؟ الكاردياك اوتبوت ده كان كام؟ كان 5.5 لتر. 25% من 5.5 لتر يعني تقريبا 1.2 لتر في الدقيقه. يبقى في ربع كميه الدم بتروح الكدني في الدقيقه الواحده، يعني الكدني بتفلتر ربع كميه الدم في الدقيقه. فمعنى كده انها بتفلتر كل الدم في كام دقيقه؟ في 4 دقائق اكيد يعني. ربع ان 1 مينيت، يبقى الاول بلود في كام دقيقه؟ ان 4 مينيتس. يبقى في خلال 4 دقائق بس يكون كل الدم معدي على الكيدنز وحاصل له فلتريشن. حاصل له فلتريشن يعني بتخلص من الويست برودكتس اللي موجوده فيه، وبنعمل الفانكشن بتاعه الفلتريشن او جلوميرولر فلتريشن، وده هنتكلم عنه في الفيديو الجاي اللي هو ازاي يعني بنفلتر الدم. فهل هي بتحافظ على الهوميوستاتيك فانكشن؟ طبعا، ده ربع الدم بيروح لها في الدقيقه، يعني خلال 4 دقائق بس يكون كل الدم ده متنظف ومتظبط والدنيا زي الفل. بتحافظ على الالكترولايتس. الالكترولايتس اللي عندي مهمه جدا زي الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم. يعني هي مش بتنزل كل الصوديوم ومش بتنزل كل البوتاسيوم ومش بتنزل كل الكالسيوم،
ولا بتحافظ عليهم كلهم. كلمه بتنزل ده يعني بتنزله في اليورين، يعني مش بتتخلص منهم، يعني مش بتعمل اكسكريشن لكل دول، ولكن بتعمل بالانس. يعني لو لقيت الصوديوم زاد في الدم تنزله في اليورين، لو لقيت البوتاسيوم مثلا قليل في الدم فتمنع نزوله في اليورين. فاهم الفكره؟ يعني انا دلوقتي عندي الدم اللي مش عاوزينه بنوقعه في اليورين. برضو يعني اعرف مصطلحات اللي انا بقولها كده اللي هو عشان نفهم بعضنا، يعني تنزله توقعه، يعني قصدي ان انا بكون يورين، لو مش عاوزه بنزله ايه؟ بنزله في اليورين. طب لو هو قليل عندي في الدم بمنع نزوله في اليورين، يعني بعمل له ري ابزوربشن، وهنتكلم على الكلام ده بالتفصيل. بنعمل له ري ابزوربشن اللي هو بنمنع نزوله في اليورين، فبيفضل موجود في الدم عادي. يعني هو جاي لي ممكن انزله في اليورين، فانا امنع نزوله لو انا عاوز امنع نزوله. فهي بتحافظ على الالكترولايتس، وانا ما قلتش بتنزل او بتبقي او ما. لا، قلت ايه؟ بتحافظ على البالانس، يعني يفضل دايما كميه الصوديوم ثابته، او كونسنتريشن اوف ذا صوديوم ثابته، كونسنتريشن اوف بوتاسيوم، كونسنتريشن اوف كالسيوم، كذلك الفوسفورس برضو لو بنتكلم عن الحاجات المهمه بالنسبه لنا. يعني هي بتحافظ عليهم جدا. طيب بتحافظ على الاسيد بيز بالانس. اسيد بيز بالانس يعني ايه؟ يعني انا عندي الدم بتاعي، تعالى نغير اللون. الدم بتاعي عبارة عن 7.4 pH. 7.4 ده neutral pH. neutral pH. ال pH ده لو قل، لو حصل فيه decrease ده معناه acidosis، لو حصل فيه increase ده معناه alkalosis. فمين اللي يقدر يحافظ لي على الموضوع ده جدا؟ الكدني. الكدني والrespiratory system اللي هو الكربون دايوكسيد جاز. يعني لو رجعنا فوق هنا كده تاني، كنت قلت لك ان الكربون دايوكسيد جاز بنخلص منه عن طريق الrespiratory system. الكربون دايوكسيد جاز برضو بيتحكم لي في موضوع الاسيد بيز بالانس ده، بس احنا هنا في شابتر رينال، فبنتكلم عن الاسيد بيز بالانس في الكدني. فلو حصل اسيدوزس او الكالوزس، الكدني بتحاول ان احنا نوصل لل 7.4، نرجع تاني تو ذا نيوترال 7.4. يعني 7.4 ده النيوترال. مين اللي بيحافظ لي على الموضوع ده؟ الكدني. ازاي؟ والله لو انت عندك اسيدوزس كتير، يعني عندك الكدني فيها سوري الدم فيه اسيدوزس، فهنعمل اتش بوزيتيف اكسكريشن. سهله يعني هنتخلص من الاتش بوزيتيف، لان الاتش بوزيتيف ده بيمثل لي ايه؟ بيمثل لي الاسيدوزس، فهنتخلص منه زياده عن اللزوم. طيب لو انا عندي الكالوزس، هنتخلص من الاتش سي او 3 اكسكريشن، هنعمل اكسكريشن للاتش سي او 3. ده بكل بساطه الكلام ده لسه ليه فيديوهات لوحده، يعني في فيديو لوحده اسمه اسيد بيز بالانس، بشرح لك ازاي الكدني بتظبط لي الاسيد بيز بالانس ده، وازاي بتنزل الهيدروجين او بتنزل الاتش سي او 3 اللي هو البايكربونات. اتش سي او 3 ده اللي هو البايكربونات، لو في حاله ان انت مش عارف يعني اتش سي او 3 فده اسمه باي كربونات. تمام. رابع حاجه عندي بتحكم في الاوزمولاريتي. الاوزمولاريتي يعني ايه كلمه اوزمولاريتي؟ الاوزمولاريتي معناها ability of the solutes to attract water. ده بكل بساطه يعني ده ابسط تعريف مثلا للاوزمولاريتي. يعني ايه اوزمولاريتي؟ يعني السوليوتس بتحب تسحب ميه، او تقدر تسحب الميه، قدره السوليوتس على سحب الميه. السوليوتس دي ممكن تكون صوديوم، ممكن تكون بوتاسيوم، ممكن تكون هيدروجين، ممكن تكون اتش سي او 3، ممكن تكون اي حاجه. كلمه سوليوتس يعني حاجات مذابه في الدم. ف ability of solutes to attract water او to extract water، انها تستخلص ماء او to absorb water، دي اسمه osmolarity. الدم المفروض عندي normally الدم عندي ليه osmolarity معينة بتكون 300 ملي اوزمول تقريبا بير لتر تقريبا. ده الosmolarity الطبيعية للblood vessels في العموم. الosmolarity دي مين اللي بيتحكم فيها؟ الصوليوتس. مين الصوليوتس اللي نعرفهم؟ حاجات زي الصوديوم والبوتاسيوم والكرياتينين مثلا، الحاجات اللي هي المذابة اللي نقدر نتحكم فيها، وحاجات تانية خالص زي الألبوم نسميه هاي مولكولار ويت سوليوتس، يعني حاجات كبيرة في الحجم هاي مولكولار ويت سوليوتس. مين اللي نقدر نتحكم فيه ككدني؟ يعني مين نقدر ننزله ونطلعه، يعني لو ننزله في اليورين او نسيبه في الدم؟ السوليوتس اللي فوق اللي هي اللو مولكولار ويت. طب الالبومين؟ الالبومين بنمنع نزوله في اليورين، بنمنع نزوله في اليورين. مستحيل تلاقي حد نورمال عنده البومين في اليورين. لو الالبومين نزل في اليورين كده الاوزمولاريتي باظت، الاوزمولاريتي بتاعت الدم باظت. ليه؟ لان الالبومين حاجه هاي مولكيولار ويت محافظه لي على الاوزمولاريتي بنسبه كبيره جدا. فانت لو نزلته في اليورين يبقى انت كده بوظت الاوزمولاريتي. فمين اللي بيمنع نزول الالبومين؟ الكدني. مين اللي بيظبط لي السوليوتس او الالكترولايتس بالانس عشان يحافظ على الاوزمولاريتي اللي هي 300 اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها دي؟ برضو الكدني.
فالكيدني بتحكم في الاوزمولاريتي عن طريق انها بتمنع نزول الالبومين وبتظبط البالانس بتاع الصوديوم والبوتاسيوم والكرياتين. بتحكم في الارتيريال بلاد بريشر، والتحكم في الارتيريال بلاد بريشر ده برضو ليه كلام لوحده، هنتكلم فيه لوحده. بس خلينا نقول انها بتطلع رينين، والرينين ده بيروح يعمل لي بيطلع لي حاجه اسمها انجيوتنسين 2، هنشرح الكلام ده بالتفصيل تاني. والانجيوتنسين 2 خلينا نقول ان هو ايه، بيعمل هاي ارتيريال بلاد بريشر بكل بساطه يعني دلوقتي، لكن الكلام ده ليه كلام لوحده. بس هي بتتحكم في الارتيريال بلاد بريشر. لو انت مش فاهم الاي بي بي ده معناه ايه، ده ارتيريال بلاد بريشر، تمام. يبقى احنا تاني فانكشن عندنا الهوميوستاتيك فانكشن، يعني بنحافظ على الوضع الطبيعي بتاع الجسم عن طريق ان انا بيعدي عليا الدم كل 4 دقائق اكون مخلص الدم كله، يعني ربع كميه الدم في الدقيقه. بنظبط الالكترولايتس البالانس بتاعها، ننزل حاجات في اليورين، نبقى حاجات على حسب احتياج الجسم وعلى حسب الكونسنتريشن. بنظبط الاسيد بيز بالانس عشان نوصل لل 7.4، نفضل محافظين على نفس ال 7.4. بنتحكم في الاوزمولاريتي عن طريق ان احنا بنمنع نزول الالبومين، ولكن بننزل ونطلع الصوليوتس اللي هي لو موليكولار ويت عادي عشان نفضل محافظين على الاوزمولاريتي 300 مللي اوزمول بير لتر. وبنحافظ على ارتيريال بلاد بريشر عن طريق الرينين انجيوتنسين سيستم، والكلام ده نشرحه بالتفصيل. دي تاني فانكشن عندي. اول فانكشن كانت ايه؟ كانت الاكسكريتوري فانكشن. تاني فانكشن الهوميوستاتيك فانكشن. تالت فانكشن عندي يعني هنا بس عاوز اقول لك في حاله الرينال فيلير، يعني في حاله الرينال فيلير ما تنساش بقى ان ده كله هيبوظ، الاوزمولاريتي هتبوظ لان الالبومين هيقع. لما الالبومين يقع في اليورين والاوزمولاريتي تبوظ، يعني الدم ما يقدرش يسحب ميه، فمين اللي يسحب ميه بدل الدم؟ الاكسترا سيلولار فلويد، فعامل لي حاجه اسمها اديما مثلا. ده كله تمهيد لفيديو الرينال فيلير، ده فيديو كده هنقوله في الاخر ان شاء الله في اخر الشابتر، فيديو لوحده كده اسمه رينال فيلير. بس تمهيد ليه، يعني ان انت تكون فاهم الفانكشنز عشان لما اقول لك الكيدني باظت فتقول لي بقى ايه اللي هيحصل نتيجه ان الكيدني باظت. فابسط حاجه يعني زي ما قلت لك الالبومين مثلا هو بنمنع نزوله في اليورين. طب لو الكيدني باظت الالبومين هينزل في اليورين. طب الالبومين ده كان لازمته ايه؟ محافظه على الاوزمولاريتي. اوزمولاريتي اوف ايه؟ اوف بلاد. يعني ايه اوزمولاريتي اوف بلاد؟ يعني ability of solutes اللي هو الالبومين تو اتراكت ووتر. طب دلوقتي هو الدم ما بقاش قادر يسحب ميه عشان ما فيهوش البوم. طب الميه هتروح فين؟ في الاكسترا سيلولار فلويد، يعني تعمل لي ايه؟ تعمل لي اديم. ده ابسط حاجه. الارتيري بلاد بريشر مثلا لو الكيدني باظت، الرين انجيوتنسين سيستم ده بيشتغل بطريقه عنيفه جدا، المفروض يشتغل ببالانس يعني يعلي الضغط بنسبه معقوله. فلو الكيدني باظت الرين انجيوتنسين سيستم بيبوظ، يعني بيشتغل بطريقه عنيفه جدا، بيعمل لي هاي ارتيري بلاد بريشر او هايبر تنشن، يعني هايبر تنشن اتش تي ان ده اللي هو هايبر تنشن. في حالة مثلا ان الكيدني باظت بتعمل لي حاجة اسمها هايبركاليميا، لان البوتاسيوم مش قادرين نتخلص منه كويس فبتعمل لي هايبركاليميا. انا بس مش عاوزك تدخل كله في بعض، انا اللي بكتبه جديد ده استنى عشان ما نتوهش من بعض. اللي بكتبه جديد ده عبارة عن الرينال فيلير اللي هو يعني هعلم لك عليه كده اهو، ده كده في حالة الرينال فيلير عشان ما تتوهش مني بس لما تيجي تذاكر، يعني اهو ده كده في حالة الرينال فيلير هيحصل الكلام ده، ماشي. طيب نكمل. ثالث فانكشن عندي الاندوكراين فانكشن، يعني الكيدني ليها اندوكراين فانكشن. اندوكراين فانكشن هي بتعمل ايه؟ بتطلع الرينين. هنا وقت الرينين ده نتكلم ونتكلم بالتفصيل كمان. تعالى انا سايب صفحه فاضيه هنا عشان نشرح فيها الرينين. الرينين قصته ايه عشان نكون يعني بنخلصه مره واحده، وهنعيده ثاني كمان على فكره بعد شويه في الفيديو ده، بس نقوله، يعني هنقوله دلوقتي وهنعيده ثاني. بص، الرينين هي حاجة بتطلع من الكيدني، ماشيها دلوقتي انها بتطلع من الكيدني، وهقول لك كمان شوية في نفس الفيديو بتطلع منين بالظبط من الكيدني، بس ماشيها انها بتطلع من الكيدني. بيعمل ايه الرينين ده؟ بيعمل اكتيفيشن اوف حاجة اسمها انجيو تنسينوجين. الكلام ده تقريبا اتشرح في شابتر السي في اس، تقريبا اتشرح في شابتر السي في اس انا فاكر. الانجيو تنسينوجين من اسمه كده، احنا مش بنحب نحفظ دايما، بنحب نفهم، ومن الاسم تقدر تستنتج الوظيفه. انجيو ايكوال بلاد فيزل، تنسن يعني تنشن، بيعمل تنشن على البلاد فيزل. يبقى بيعمل ايه في البلاد فيزل؟ بيعمل فازو كونستريكشن من اسمه كده. طب كلمه جين يعني ان اكتيف فورم، فهو بيعمل اكتيفيشن للانجيو تنسينوجين يحوله الى انجيو تنسين 1. الانجيو تنسينوجين ده طلع منين؟ مين اللي طلعه؟ من الليفر. الليفر هو اللي صنعه. ده هرمون بيطلع من الليفر.
بيمشي في الدم عادي. والرينين ده هرمون برضو بيطلع من الكدني بيمشي في الدم عادي. هقول لك بيمشي فين بالظبط في الدم وبيطلع منين بالظبط كمان شويه. خلاص طيب، فحولنا الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1. الانجيوتنسين 1 ده هيروح يتحول الى انجيوتنسين 2 عن طريق حاجه اسمها انجيوتنسين كونفرتنج انزيم اللي هو الايس، بنسميه ايس، انجيوتنسين كونفرتنج انزيم. تحويل الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2 بيحصل عن طريق انزيم اسمه انجيوتنسين كونفرتنج انزيم. الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ده موجود في البالمونري سيركيليشن، ودي كانت حته شرحتها في شابتر الريسبيراتوري، وقلت لك انها حته مهمه جدا انك تعرف فين الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم ده، في البالمونري سيركيليشن اللي هو في البلاد فيزلز بتاعه اللنج، وكانت في الفانكشن اوف ذا لنج انها بتطلع انجيوتنسين كونفرتنج انزيم. مش قصتنا دلوقتي. المهم الانجيوتنسين 2 بيعمل ايه؟ واتس ذا فانكشن اوف انجيوتنسين 2؟ انجيوتنسين 2 من اسمه قلنا انجيو يعني بلاد فيزل، تنسن يعني تنشن، 2 خلاص هو ده عشان يتحول من 1 الى 2 بيعمل فازو كونستريكشن. ده اول حاجه. طيب ايه تاني بيعمل ايه غير الفازو كونستريكشن؟ بيروح يطلع حاجه اسمها الدوستيرون. الدوستيرون ده هرمون بيطلع من الكورتكس اوف سوبرارينال جلاند. سوبرارينال جلاند، ايه السوبرارينال جلاند دي؟ نفس شابتر الاندوكراين كده كان في جلاند عندي اسمها سوبرارينال جلاند، اللي هي جلاند فوق الكدني، فوق الكدني كده كنا بنسميها سوبرارينا، يعني فوق الكدني، تو جلاندز كده بالعربي اسمها الغده القضاريه. تمام؟ فالالدوستيرون ده هرمون بيطلع من الكورتكس اوف سوبرارينال جلاند. الالدوستيرون ده بقى بيعمل ايه؟ بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن. الله يبارك لك، يعني ركز كده معايا هنفهم دلوقتي كل حاجه. ركز، لو انت مركز من اول الفيديو هتلقط دلوقتي انا عاوز اقول ايه. صوديوم ده سوليوت، صوديوم سوليوت، سوليوت عنده هاي اوزمولاريتي. لما يكون عندي سوليوت عنده هاي اوزمولاريتي، يعني ايه اوزمولاريتي اصلا؟ محمود قال اوزمولاريتي معناها ability of solutes to absorb water. فلو انا زودت الصوديوم في الدم يبقى انا خليت قدره الدم على سحب الميه تزيد، وكمان عملت ووتر ريتينشن. ريتينشن معناها احتباس، يعني عكس اليورينيشن، عكس الميكتيوريشن، يعني ما نزلتش الصوديوم والووتر في اليورين، لا انا خليت الدم يحتفظ بالصوديوم والووتر. لما زود الصوديوم والووتر في الدم يبقى انا كده عليت الضغط. عليت الضغط ازاي؟ ان انا زودت الفوليوم اوف ذا بلاد. كلام برضو سي في اس شويه. احنا الفوليوم اوف ذا بلاد بتاعي عباره عن سوري البلاد بريشر، بلاد بريشر بتاعي عباره عن ايه؟ عباره عن كاردياك اوتبوت تايمز توتال بريفر ريزيستنس. كاردياك اوتبوت يعني قدره الهارت على البامبنج، وده كلام سي في اس. طب ايه التوتال بريفر ريزيستنس؟ توتال بريفر ريزيستنس معناها الريزيستنس التي تواجه القلب وهو بيضخ كده، وهو بيضخ بيواجه ريزيستنس في الفيزلز. الريزيستنس دي ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن حاجتين، يا اما فازو كونستريكشن اللي هو البلاد فيزل ضيقه فالقلب قاعد بيضخ الدم، مش عارف يمشي لان البلاد فيزلز ضيقه، يا اما الفوليوم اوف ذا بلاد كتير. انا عندي فيسكوسيتي عاليه جدا في البلاد عشان الفوليوم اوف ذا بلاد كتير، فدي بتمثل لي ايه؟ بتمثل لي ريزيستنس. فالالدوستيرون عمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، فبالتالي عمل انكريز في الارتيريال بلاد بريشر، وكده كده الفازو كونستريكشن لوحدها عملت لي انكريز في الارتيريال بلاد بريشر. يبقى انا كانجيوتنسين 2 عليت الضغط بتو ميكانيزمز، ان انا عملت فازو كونستريكشن دايركتلي، عملت فازو كونستريكشن عادي، وعملت سكريشن او ستيميليشن للالدوستيرون، مش انا اللي خرجت الالدوستيرون، عملت ستيميليشن للكورتكس اوف سوبرارينال جلاند انها تعمل سكريشن للالدوستيرون هرمون، والالدوستيرون هرمون راح عمل صوديوم اند ووتر ريتينشن. وافتكر الكلام ده، كل ده هنحتاجه قدام، يعني مفيش كلمه انا بقولها زياده، كل ده هنحتاجه قدام لما اجي اقول لك مثلا الهاندلنج بتاع الصوديوم مين اللي بيتحكم فيه، فاقول الالدوستيرون، لان الصوديوم هو الايه؟ الالدوستيرون اللي بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن. خلاص كده؟ دي قصه ايه؟ قصه الرينين. تاني حاجه عندي الاريثروبويتين. الاريثروبويتين ده عباره عن هرمون من اسمه كده، اريثرو جاي من اريثروسايتس، بويتين يعني تصنيع، بويسز يعني بيعمل انكريز في الريد بلاد سيلز، انكريز في الريد بلاد سيلز ايه؟ سينسس يعني تصنيع الريد بلاد سيل. ازاي؟ عن طريق شغله على البون مر، يعني بيروح يشتغل على البون مر، البي ام ده اللي هو البون مر. خلاص؟ يبقى الاريثروبويتين عباره عن هرمون بيروح يشتغل على البون مارو فيزود الريد بلاد سيلز. معلومه كده عن الاريثروبويتين، الاريثروبويتين ده عباره عن هرمون موجود كمان في الليفر، يعني الليفر كمان بيصنع الاريثروبويتين. بس كده عندي الكدني بتصنع الاريثروبويتين والليفر بيصنع الاريثروبويتين. مين اللي بيصنع الاريثروبويتين اكتر؟ الكدني بنسبه 85%، الكدني هي اللي بتصنع الاريثروبويتين، 15% بس الليفر. يبقى مين اللي له دور اكتر في تصنيع الاريثروبويتين؟ الكدني طبعا.
طيب يبقى نفهم برضو من كده ان لو حصل رينال فيلير فالاريثروبويتين مش هيطلع، فبالتالي الراجل هيكون عنده انيميا. تمام، دي سلايد لوحدها هقولها لك يعني. طب وفكره الرينين، الرينين بقى عكس ده كله. يعني دايما احنا لما بنقول الفانكشن ونقول رينال فيلير فبنعكس الفانكشن، هنا بنزود الفانكشن. يعني الرينين هنا بيزيد في الرينال فيلير، وهقول لك ليه في الرينال فيلير او كمان شويه، يعني مش لازم نوصل للرينال فيلير، نوصل. طيب رقم 3، عندي حاجه اسمها 1,25 داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول اللي هو اكتيف فيتامين دي 3. ايه القصه دي؟ ان فيتامين دي 3 بيعدي بكذا مرحله. اول مرحله عندي ان هو بيطلع من السكن، بيطلع حاجه اسمها كولي كالسيفيرول، ده بيطلع من السكن كولي كالسيفيرول. بعدين بيروح للليفر، هو الكولي كالسيفيرول ده من السكن بيروح للليفر، فالليفر يحط عليه OH عند كربونه رقم 25 بكل بساطه، فبنسميه 25 كولي كالسيفيرول. ده فين؟ في الليفر. يجي للكدني تحط عليه OH عند كربونه رقم 1، ده في الكدني، وساعتها يبقى اسمه اكتيف فيتامين دي 3. ليه 3؟ عشان هو عدى على 3 مراحل، اول مرحله السكن، ثاني مرحله الليفر، ثالث مرحله الكدني. فمن غير الكدني مش هيبقى اكتيف. يبقى انت ممكن يكون عندك فيتامين دي بسبب ان السكن سليم وبسبب ان الليفر سليم، بس الكدني بايظه، يبقى مش اكتيف فيتامين دي 3. خلاص، فبنسميها 1,25 داي هيدروكسي، يعني 2 او اتش، او اتش عند 25 بتاعت الليفر، او اتش عند رقم 1 بتاعت الكدني، داي هيدروكسي كولي كالسيفيرول لان طالع من السكن اكتيف فيتامين دي 3. يبقى في حاله الرينال فيلير مفيش اكتيف فيتامين دي 3، وفيتامين دي 3 ليه تاثير على العظم ان هو بيعمل سترينث في البون لانه بيرسب الكالسيوم، ده نقوله كمان شويه. تمام، طيب رقم 4، بعمل ايه؟ بطلع حاجه اسمها بروستاجلاندينز. البروستاجلاندينز قصه كبيره كده في الطب، وهي عباره عن لوكال هرمونز، او مش لوكال هرمونز، لوكال كيميكال سبستنس. يعني كيميكال سبستنس بتشتغل في مكانها كده، بتطلع من خليه وتشتغل في مكانها، مش هرمون يعني بينتشر في الجسم كله. يبقى ايه الفرق بين الهرمون والبروستاجلاندينز او الحاجات اللي بنسميها لوكال هرمونز؟ ان الهرمون بيطلع في الدم يؤثر على الجسم كله، لكن البروستاجلاندينز بتؤثر على مكان واحد بس، مكان ما طلعت خلاص. فالبروستاجلاندينز هي عباره عن كيميكال سبستنس بتشتغل لوكالي على الكدني. بتعمل ايه بقى؟ والله على حسب، عندي انواع كتيره من البروستاجلاندينز. هي بتطلع 2 بروستاجلاندينز، واحد اسمه بروستاجلاندين اي 2 وواحد اسمه بروستاجلاندين اي 2. والبروستاجلاندين اي 2 ده لو تفتكروا في شابتر البلد كان اسمه بروستا سايكلين، ده في شابتر البلد. بيعملوا ايه بقى بروستاجلاندين اي 2 وبروستاجلاندين اي 2؟ بيعملوا فازو دايلاتيشن، بس خد بالك لوكالي، فازو دايلاتيشن لوكالي مش على الجسم كله، فازو دايلاتيشن لوكالي يعني على الكدني بس، على البلد فيزلز اوف ذا كدني بس. ليه؟ to increase the blood supply بتاع الكدني، يعني الكدني يجي لها دم، فعاوز ازود كميه الدم ده، اعمل فازو دايلاتيشن عشان ازود كميه الدم اللي جايه لي بكل بساطه يعني. طيب بعمل ايه تاني؟ بطلع حاجه اسمها ثرومبوكسين اي 2 تي اكس اي 2، ده اللي هو ثرومبوكسين، ده اختصار ده صح يعني، ثرومبوكسين اي 2. ثرومبوكسين اي 2 بيعمل برضو بيعمل فازو كونستريكشن بس لوكالي، عكس ايه؟ عكس البروستاجلاندين اي 2 والبروستاجلاندين اي 2. بس ثرومبوكسين اي 2 بيعمل فازو كونستريكشن بس لوكالي على الكدني، عشان يبقى فيه بالانس يعني بكل بساطه. طيب انا جاي اقول لك ايه؟ جاي اقول لك بص في الدايره دي اللي هي مكتوب فيها انالجيسكس. كلمه انالجيسكس يعني ايه؟ يعني مسكنات. الناس اللي بتاخد مسكنات كتير، والمسكنات دي عباره عن ايه؟ عباره عن انتي بروستاجلاندينز. انتي بروستاجلاندينز، ركز بقى، انا دلوقتي باخد مسكن، المسكن ده بيشتغل على الجسم كله، بيعمل انتي بروستاجلاندين، يعني بيمنع تصنيع البروستاجلاندين. فمين اللي بيتاثر؟ الكدني. ليه؟ لان البروستاجلاندين اي 2 بيروح يعمل لها فازو دايلاتيشن عشان يزود لها البلاد سبلاي. فانت لو بتمنع البروستاجلاندينز كل شويه تاخد مسكن، كل شويه تاخد مسكن، كل شويه تاخد مسكن، فانت كده بتقلل البلاد سبلاي اللي رايح للكدني. عشان كده دايما بيقول لك ان المسكنات بتعمل رينال فيلير او فشل كلوي، عشان كده ما ناخدش مسكنات كتير. كل المسكنات كل المسكنات في الاغلب، المسكنات عندنا انواع، وده كلام فارماكولوجي شويه، كلام مش في مكانه هنا يعني، بس المسكنات عندنا انواع كتيره. اشهر انواع موجوده في السوق كلها انتي بروستاجلاند، كلها انتي بروستاجلاند، من اول البروفين للاسبرين للكتافلام للبروستافلام، الكلام ده كله انتي بروستاجلاند. مين الانالجيسك اللي هو المسكن الامن، مش بيكون انتي بروستاجلاند، مش بيأثر على الكدني؟ الباراسيتامول، ده الوحيد الامن اللي مش بيعمل اي حاجه على الكدني. خلاص،
فعشان كده ما ناخدش مسكنات كتير عمال على بطال وما ناخدش بجرعات كتيره لان المسكنات بتبوظ البروستاجلاندينز والبروستاجلاندينز دي بتعيش الكدني حرفيا. فانت لو خدت مسكنات على مدى طويل او بجرعات كبيره في مدى قصير فانت كده معرض لرينال فيلير. وفعلا في ناس كتيره بيشوفوا الموضوع ده, دكاتره كتير يعني بيشوفوا الموضوع ده ان شباب صغيرين جالهم رينال فيلير بسبب مسكنات كتير. خلاص طيب اخر حاجه عندي في الاندوكراين فانكشن الجلوكونيوجينيسيس. الجلوكونيوجينيسيس معناه جلوكو يعني جلوكوز, نيو يعني جديد, جينيسيس يعني تصنيع, تصنيع جلوكوز جديد. يعني في حاله الفاستنج ستيت, في حاله الفاستنج ستيت وانت صايم محتاج جلوكوز, انت مش بتاكل دلوقتي فمفيش مصدر جديد للجلوكوز, انت مش بتاكل فمفيش جلوكوز يعني في جسمك. فبنبدا نصنع جلوكوز من الجسم. نبدا نصنع جلوكوز من الجسم ازاي؟ عن طريق الجلايكوجينوليسيس الاول. جلايكوجينوليسيس يعني بنكسر الجلايكوجين وبنحوله الى جلوكوز. لو ما نفعش الطريقه دي او ما عنديش جلايكوجين متخزن فابدا اعمل حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس. جلوكونيوجينيسيس يعني بصنع جلوكوز من الفاتس والبروتينز. بصنع جلوكوز من الفاتس والبروتينز. فبالتالي نعمل جلوكونيوجينس بنسبة 50% من الكدني. والكلام ده يعني فكك منه لانه مش مهم خالص ولم يذكر في مصادر كثيرة. فاخر نقطة دي مش مهم. طيب يبقى نراجع كده الاندوكراينال فانكشن بتطلع رينين. والرينين عبارة عن ايه؟ رينين عبارة عن مادة بتطلع من الكدني. هقولك بتطلع منين بالظبط من الكدني. بتعمل اكتيفيشن الانجيوتنسينوجين. الانجيوتنسينوجين ده هرمون بيطلع من الليفر. بتحوله الى انجيوتنسين 1 لان انا بعمل اكتيفيشن الانجيوتنسينوجين بحوله الى انجيوتنسين 1. وانجيوتنسين 1 بيتحول الى انجيوتنسين 2 عن طريق الايس اللي هو الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم في البالمونري سيركيوليشن. مين اللي بيشتغل عندي الانجيوتنسين 2؟ بيعمل ايه بقى الانجيوتنسين 2 ده؟ بيعمل حاجتين. فازو كونستريكشن, انت نسيت افتكر من الاسم, انجيو يعني بلاد فيزل, تنسن يعني تنشن. يبقى بيعمل تنشن في البلاد فيزل يعني فازو كونستريكشن, فبيزود الارتيريال بلاد بريشر. وكمان بيعمل ستيميوليشن للالدوستيرون سيكريشن من الكورتكس اوف سوبرارينال جلاند فبيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن فبرضه بيزود لي الارتيريال بلاد بريشر. وبيصنع الكدني بتصنع الارثروبويتين. الارثروبويتين ده بيزود الريد بلاد سيلز سنسز في البون مارو بنسبه 85%. الارثروبويتين بيطلع من الكدني, 15% بيطلع من الليفر. رقم 3 ان هو بيصنع الاكتيف فيتامين دي 3. وقلت لك بقى الاستيجز بتاعته ان فيتامين دي 3 عدى بثلاث مراحل. اول حاجه السكن, ثاني حاجه الليفر, ثالث حاجه الكدني, اخر مرحله هي الكدني. فلو الكدني ما اشتغلتش كده ملوش لازمه, كل اللي فات ده ملوش لازمه. لازم الكدني تحط التاتش بتاعها. ايه التاتش بتاعها؟ بتحط او اتش اللي هو هيدروكسيل جروب على كربونه رقم 1. رابع حاجه ان هو بيصنع بروستاجلاندينز. والبروستاجلاندينز دي بتشتغل لوكالي. عندي 2 بروستاجلاندينز اي 2 واي 2, دول واحده في حالهم كده بتعملوا فاز دايليتيشن على الكدني عشان تزود البلاد سبلاي, ودي كويسه وبتعيش الكدني. وهقول لك كمان شويه معلومه كمان عن البروستاجلاندين دي وازاي بنهتم بيها فعلا. تاني حاجه ثرومبوكسين اي 2 ده بيعمل فازو كونستريكشن لوكال عشان يبقى فيه بالانس. لو انت بتاخد انالجيسكس فانت بتمنع البروستاجلاندين الكويسه اللي هي اي 2 واي 2 فبتعمل ايه؟ رينال فيلير. ليه؟ لانها مش لاقيه دم تاكل تتغذى عليه لان انت منعت ايه؟ منعت البلاد سبلاي. مين الانالجيسك الامن في حياتنا؟ الباراسيتامول. غير كده كله ضار. وفي نوع ثالث بقى من الالجيسك مش بنسميه انالجيسك يعني بنسميه بين كيلر اللي هو المورفين بقى والكلام ده مش انتي بروستاجلاندين, ده حاجه بتشتغل سي ان اس ده اللي هو البين كيلر بقى خالص. اخر حاجه جلوكونيوجينيسيس يعني بنصنع جلوكوز جديد في حاله الفاستنج. لو جلايكوجينوليسيس خلص وانت صايم فبنصنع جلوكوز جديد من الفاتس والبروتينز, والكلام ده بيحصل بنسبه 50% في الكدني. بص الحته دي موجوده في الكتاب عندنا احنا بس يعني كمراجعة كده او يعني كأوفر فيو على كم معلومة ممكن تقولها معايا. يعني لو انا دلوقتي عندي رينال فيلير, رينال فيلير فهيحصل لي انيميا. ايه التايبس اند كوزز اوف انيميا؟ ده محتاج تكون فاهم شابتر البلد كويس ويعني عارف معلومات عن شابتر البلد عشان تبدا تحل السؤال ده. اول حاجه احنا قلنا ان هو بيصنع اريثروبويتين. فالاريثروبويتين لو ما تصنعش بسبب رينال فيلير فبالتالي الريد بلاد سيلز هتقل. ففي حاله ديكريز ان ريد بلاد سيلز بدون تاثير على الهيموجلوبين او بدون تاثير على شكل ريد بلاد سيلز يعني عددها بس, عددها بس هو اللي قل, دي بنسميها نورموسيتك نورموكروميك انيميا. نورموسيتك يعني شكلها نورمال, ما في مش كبيره في الحجم او مش صغيره في الحجم. نورموكروميك يعني الهيموجلوبين كمان نورمال. طيب ممكن نعمل ميجالوبلاستيك انيميا. كلمه ميجالوبلاستيك انيميا يعني شكل الريد بلاد سيل كبيره. هو ده شابتر هيماتولوجي قوي, شابتر بلاد قوي يعني, فهنقولها بس بسرعه.
ميجالوبلاستيك يعني ايه؟ شكل ريد بلاد سيل كبيره. ايه علاقه الكيدني بشكل ريد بلاد سيل انها تكبر؟ هو اللي بيخلي شكل ريد بلاد سيل كبيره ديفيشنسي في حاجه من الاثنين، يا اما فيتامين بي 12 يا اما الفوليك اسيد، او الاثنين مع بعض. يعني ممكن ناس عندهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي او فوليك اسيد ديفيشنسي فيجي لهم ميجالوبلاستيك انيميا. الميجالوبلاستيك انيميا هنا بسبب كيدني بسبب الفوليك اسيد. ليه بقى؟ ايه علاقه ده بالموضوع؟ ما قلناهوش خالص ده. ده ما قلناهوش خالص فعلا، ولم يذكر في اي مكان غير في الكلينيكال. لما بتيجي تاخد سنين الكلينيكال بيقول لك واحد عنده انيميا ميجالوبلاستيك انيميا بسبب فوليك اسيد ديفيشنسي. ايوه، ايه المشكله يعني؟ فوليك اسيد هو حاجه بناكلها عادي، موجوده في الاكل كتير، ومفيش حد بيكون عنده فوليك اسيد ديفيشنسي لسبب نيوتريشن، يعني بسبب ان هو ما بياكلش فوليك اسيد. لا، يعني فوليك اسيد موجود في الاكل كتير عادي، مفيش مشكله. الفكره كلها فين؟ الفكره كلها ان لو حصل رينال فيلير الفوليك اسيد بيزيد في اليورين، بينزل في اليورين لانه حجمه صغير. فالرينال فيلير معناها ان البورز، هشرح لك دلوقتي الكيدني والنفرون والكلام ده، البورز بتاعت الكيدني وسعت فالفوليك اسيد نزل في اليورين. فالفوليك اسيد لو نزل في اليورين هيقل في الدم فيعمل لي ميجالوبلاستيك انيميا، يعني حجمها كبير او شكلها كبير، لارج ان سايز. زي ما قلت لك الكلام ده يعني ايه شابتر هيماتولوجي قوي، فلو عاوز تفكسله فكسله. رقم 3، مايكروسيتيك انيميا. مايكروسيتيك انيميا ليه؟ مايكروسيتيك انيميا شكلها صغير في الحجم، سمول ان سايز. ليه بقى؟ بسبب ايرون ديفيشنسي انيميا. ايرون ديفيشنسي انيميا يعني الايرون قليل. ايه علاقه الكيدني بالايرون؟ هو اي قاعده كده في الطب، اي كرونيك ديسيز، اي كرونيك ديسيز يعمل لي ايرون ديفيشنسي انيميا. اي كرونيك ديسيز يعمل لي ايرون ديفيشنسي انيميا. يعني ايه كرونيك ديسيز؟ يعني مرض مزمن. مرض مزمن اساس، لو انت مش عارف يعني ايه كرونيك ديسيز، مرض مزمن يعني مرض فضل سنين طويله بيعمل ايرون ديفيشنسي انيميا. ليه؟ لان الجسم تعبان فبيحتاج ان هو يصنع ايرون كتير، وانا ما عنديش ايرون كتير لاني مش باكل، والعيا غالبا مش بيخليني قادر اكل كويس وكده، وفي مشاكل نيوتريشن، ففي الاغلب بيكون عندي ايرون ديفيشنسي انيميا. دي حاجه يعني كده. حاجه الثانيه ان انا عندي اليوريميا. اليوريميا الحته دي ايه؟ لقطه لطيفه كده. يوريميا ده يعني ايه؟ انكريز في اليوريا. اليوريا دي مش كانت ويست برودكت المفروض تنزل في اليورين؟ ما نزلتش في اليورين عشان عندي رينال فيلير. فلو ما نزلتش في اليورين تفضل موجوده في الدم. لو فضلت موجوده في الدم تعمل حاجه اسمها يوريميا. اليوريميا بتروح تعمل لي ايه؟ تروح تعمل لي هيموليسيس. هيموليسيس يعني تكسير في الريد بلاد سيلز، فتفضل تكسر في يعني الريد بلاد سيلز تتصنع وتفضل تكسر، تتصنع وتفضل تكسر، تتصنع وتفضل تكسر، فيعمل لي ايه؟ ايرون ديفيشنسي انيميا، لان الستورز بتاعت الايرون بتكون خلصت. وكمان اليوريميا موجوده برضو في سبب النورموسيتيك نورموكروميك انيميا، ان ممكن اليوريميا تكون بتكسر ديستراكشن. بس ليه؟ استنى عشان ما ندخلش كله في بعضه. يعني خلينا نعمل موضوع الديستراكشن ده لوحده كده، هنا كده يعني هيموليسيس فبسبب الديستراكشن. يعني هيموليسيس يعني هيمو يعني دم، لايسيس يعني تكسير، destruction in red blood cells of uremia. اليوريميا كسرت ايه؟ كسرت الريد بلاد سيل. وهنا اوقع منها تقال هنا اصلا في المايكروسيتك، لان مش مقتنع بيها في المايكروسيتك يعني. ففكك من الحته دي، خلينا المايكروسيتك بسبب كرونيك ديزيز وخلاص. خلاص، يبقى ايه اسباب الانيميا اللي تجيلي في عيان رينال؟ انت تفكيرك يروح ناحيه نورموسيتك نورموكروميك انيميا على طول عشان الاريثروبويتين قل. لو رخم عليك في الموضوع او في اختيارات تنفع مايكروسيتك وميجالوبلاستيك اول اوف ذا اباف، فاختار اول اوف ذا اباف اللي هو نورموسيتك او مايكروسيتك او ميجالوبلاستيك، كلهم ينفعوا. كلهم ينفع. ايه الاسباب؟ مش مهم خالص، بس اديك عرفتها. طيب اشرح برضو ايه اللي هيحصل في البون ديستروفيك تشينجز في حاله الرينال فيلير. ايه علاقه العظم بالكيدني؟ الكيدني بتصنع فيتامين دي 3 عن طريق قلنا 125 داي كوليكالسيفيرول اللي هو اكتيف فيتامين دي 3، مش هيتصنع ديكريز في الاكتيف فيتامين دي 3. ليه؟ لان الكيدني هي اللي كانت بتعمل له اكتيفيشن. طب فيتامين دي 3 نفسه كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل كالسيوم ديبوزيشن في العظم. كالسيوم ديبوزيشن في العظم يعني بيرصب الكالسيوم في العظم. خلاص ماشي. طب الكالسيوم نفسه ايه علاقته بالكرونيك رينال فيلير؟ هينزل في اليورين كتير، هينزل خلينا ديكريز ان بلاد، دي كده يعني ديكريز ان بلاد وانكريز ان ايه؟ ان يورين. هينزل في اليورين كتير لان رينال فيلير قلنا البورز وسعت، وهشرح لك فكره البورز دي اللي هي الفتحات اللي بتفلتر الدم. فالفتحات دي ما كانتش بتعدي كالسيوم، او كانتش بتعدي كالسيوم بنسبه كبيره، بقت بتعدي كالسيوم بنسبه اكبر لان حصل كرونيك رينال فيلير اللي هو فشل كلوي يعني، فالكالسيوم نزل في اليورين اكتر. لما ينزل في اليورين
فبالتالي مش هيكون موجود في الدم، فبالتالي مش هيترسب في العظم، فالعظم هيبوظ. طيب الفوسفات، الفوسفات بيزيد في الدم، بيزيد في الدم. يعني الحاجة الوحيدة، او مش حاجة الوحيدة، خلينا نقول ان الفوسفات بيزيد في الدم جدا في حالة الرينال فيلير. ليه؟ لو تفتكر كنت قلت لك ان من الويست برودكتس المفروض نتخلص منها هي الكرياتينين، لان الكرياتينين كان برايمري سورس للمصل فور انرجي، لان بيكون عبارة عن حاجة اسمها كرياتينين فوسفات بيطلع لي اي تي بي. فاكر الكلام ده؟ ماشي. انا مش هتخلص من الكرياتينين، فبالتالي مش هعرف اتخلص من الفوسفات. ده كلام يعني اللي هو ايه، هاكس شويه الصراحه، يعني مش علمي قوي. انا بحاول اربط لك كلام ببعض، ولكن الكلام ده مش علمي، مش ده الميكانيزم الصحيح للي انا بقوله خالص. يعني انا بس بربط لك كلام ببعضه كاول فيديو، بس في فيديو لوحده برده، او في يعني توبيك لوحده كده اللي هو الهاندلنج اوف فوسفات، ازاي بنخلص من الفوسفات في الكدي. بس هربطها لك ببعضها، يعني ان لو مش عارفين نخلص من الكرياتين فمش بنعرف نخلص من الفوسفات. وزي ما قلت لك الكلام ده مش علمي قوي، او مش علمي يعني، ده بس عشان اربطها لك ببعضها. المهم ان الفوسفات زاد في الدم. طب ايه المشكله؟ الفوسفات والكالسيوم مربوطين مع بعض بإكويشن كده اسمها كالسيوم فوسفيت برودكت. يعني ايه؟ يعني الكالسيوم والفوسفيت المفروض محصلة ضربهم في بعض ده تايمز ده، كونسنتريشن اوف كالسيوم تايمز فوسفيت ايكوال كونستانت، تفضل ثابتة. فلو الفوسفيت زاد غصب عني لازم انزل الكالسيوم في الدم، غصب عني لازم انزل الكالسيوم سوري في الدم، لازم انزل الكالسيوم في الدم. ليه؟ عشان تفضل المعادلة دي ثابتة. يعني لو الفوسفيت زاد لازم الكالسيوم ينزل في اليورين، ينزل في اليورين يعني يقل في الدم، خلاص. فمشكله الفوسفيت وتاثيرها على العظم هو بسبب ان الفوسفيت لما يزيد الكالسيوم غصب عني هيقل في الدم، والكالسيوم كده كده اصلا كان قليل لوحده في الدم لان احنا بنفلتره ازيد من اللزوم، وكمان الكالسيوم قليل في الدم بسبب ان الفوسفيت زاد. فبالتالي هيكون عندي هايبر باراثايرويد هرمون، البي تي اتش ده اللي هو باراثايرويد هرمون، لان الباراثايرويد هرمون كان وظيفته انه تو انكريز الايه، تو انكريز الكالسيوم في الدم. فانت دلوقتي موقع الكالسيوم لوحده كاندبندنت فاكتور بيقع في اليورين لوحده، وكمان زياده الفوسفيت خلت الكالسيوم يقع في اليورين، فبالتالي لازم ازود الباراثايرويد هرمون، والباراثايرويد هرمون بيحاول يزود الكالسيوم في الدم. طب لما بيحاول يزود الكالسيوم في الدم بيجيب الكالسيوم منين؟ ما انا اصلا موقع في اليورين، بجيبه من العظم فروم بون. وانا بوظت العظم بكام ميكانيزم؟ اربع ميكانيزمات. اول ميكانيزم ان الفيتامين دي 3 نفسه قليل لاني مش بصنعه، والفيتامين دي 3 كان بيحاول يعمل كالسيوم ديبوزيشن في العظم فبقاش قادر يعمل كالسيوم ديبوزيشن في العظم، فالعظم باظ. تاني حاجه ان الكالسيوم وقع في اليورين اصلا، والفوسفات الزياده وقع لي الكالسيوم في اليورين وقلله لي في الدم، وكمان الباراثايرويد هرمون بيحاول يعوض الكالسيوم في الدم على قد ما يقدر، فمش لاقي مصدر للكالسيوم غير العظم فبيكسر العظم. العظم باظ باربعه ميكانيزمز، الاربعه ميكانيزمز كلهم ليهم علاقه بالرينال فيلير. اكسبلين تايب اند كوز اوف هايبرتنشن وذ رينال فيلير. المفروض كنا قلنا ايه علاقه الرينال فيلير بالارتيريال بلاد بريشر؟ الرينين، الرينين حاجه بتطلع من الكدني عشان تزود الضغط. لما الكدني بتبوظ الرينين بيزيد، للاسف الرينين بيزيد. هقول لك ليه، اشمعنى لما الكدني بتبوظ بتزود الرينين، اشمعنى دي الحاجه الوحيده اللي لما الكدني بتبوظ بتزودها؟ يعني كل الفانكشنز اللي قلناها لما الكدني بتبوظ بتقللها، طب اشمعنى لما الكدني بتبوظ بتزود الرينين؟ هقول لك كمان شويه، بس يعني عاوزين نعرف ان لو واحد عنده رينال فيلير فبيكون عنده حاجه اسمها مالجننت هايبرتنشن. كلمه مالجننت هايبرتنشن معناها هايبرتنشن اكتر من 180 على 110 مليمتر مركري، يعني كلمه مالجننت هايبرتنشن. مش بس كده، ده بيعمل لي حاجه اسمها ريزيستنت هايبرتنشن. يعني ايه ريزيستنت هايبرتنشن؟ يعني لما باجي اعالج الضغط بدي له ادويه مش بيتعالج، يعني هو قاعد بدي له ادويه ضغط مش بيتعالج، ادي له ادويه ضغط مش بيتعالج. فريزيستنت هايبرتنشن معناها ريزيستنت تو ميديكيشنز، يعني ريزيستنت للادويه، مش بيتعالج من الادويه. يبقى عمل لي نوعين من الهايبرتنشن، مالجننت هايبرتنشن معناها ان الضغط اعلى من 180 على 110، وريزيستنت للادويه كمان. بص الكلام اللي هو الريفيو ده من اول الريفيو ده، لو انت يعني عاوز تفكس له او مش مهم بالنسبه لك خلاص ما فكك منه. طيب نخش موضوع جديد، الفانكشنال اناتومي اوف ذا كده. ده من اول هنا موضوع مهم وموضوع جديد، يعني انا حتى هتلاقي الالوان مختلفه، لون السلايدز بتختلف على حسب الموضوع، فانت هتلاقي ان احنا ايه غيرنا لون السلايد بجد مش بهزر، يعني عشان تكون فاهم الدنيا بتمشي ازاي. طيب نروح كده،
خد نفس عميق، عاوز توقف الفيديو كده وتاخد بريك 3 دقايق وترجع تاني ارجع عشان نبدا في موضوع جديد خالص. فانكشنال اناتومي اوف ذا كيدني معناها ان انا لو جبت الكيدني وبدات ابص عليها بقى كاناتومي، بتتكون من ايه الكيدني دي؟ اناتومي يعني جروس بيكتشر، يعني لو انا شايفه بعينيا مش تحت الميكروسكوب، شايف ايه بعينيا، شرحت كده الكيدني وشايف ايه بعينيا. انا هنا مش كاتب كلام كتير خالص ومش كاتب كلام اصلا عشان نبدا نفهم على الصوره بكل بساطه كده. انا عندي كيدني بتتكون من اول حاجه فايبرس كبسول من بره اهو، في كبسوله من بره اهو دي كده اللي انا برسمها بالاخضر دي اسمها ايه؟ فايبرس كبسول، فايبرس كبسول تمام. وبعدين لقيت حاجه اللي هي دي كده اللي هو ده اللي انا بشاور عليه دلوقتي ده، ده اسمه ايه؟ ده اسمه كورتكس. وكلمه كورتكس معناها القشره الخارجيه بكل بساطه، يعني اي كورتكس يعني القشره الخارجيه. طيب ثم مضله، يعني كورتكس ثم مضله، مضله اهي دي المضله اللي هي الداخليه دي. فاللي انا بشاور عليه ده كده ايه؟ المضله. المضله معناها الحاجات الداخليه. يبقى انا ما قلتش حاجه، قلت فايبرس كبسول، اي اورجن متحوط بحاجه من بره اسمها فايبرس كبسول. الليفر برضو عنده كبسول، السبلين عنده كبسول كده يعني. فايبرس كبسول ثم كورتكس ثم مضله، ما قلناش حاجه لسه لغايه دلوقتي. تمام، نفهم الاستراكشر بتاع المضله، لان الاستراكشر بتاع المضله ده هو اللي او الكورتكس والمضله، عشان هو ده اللي هيفهمني بقيه الاستراكشرز اللي بعد كده. نغير بس اللون كده. بص الكورتكس بيتكون من ايه؟ بيتكون من نيفرونز. يعني ايه نيفرون؟ هاجيلها كمان سلايد او اتنين سلايدز بالظبط. يعني نيفرون خلينا نقول ان ده الاستراكشر يونت اوف ذا كيدني، يعني الكيدني بتكون من نيفرونز كتيره، حتى العلم اسمه نيفرولوجي. نيفرولوجي يعني علم الكليه تمام. فنيفرونز معناها الاستراكشرال يونت اوف ذا كيدني. فانا عندي هنا نيفرونز كتير، اوكي نيفرونز كتير، نيفرونز كتير، نيفرونز كتير كده في الكورتكس. النيفرونز دي بتتكون من اجزاء من كذا حاجه، هناخدها بالتفصيل يعني ما تستعجلش، بس انا ببسط لك الفكره واحده واحده خلاص. ففي جزء من الكورتك، في جزء من النيفرون موجود في الكورتكس، والجزء الباقي موجود فين؟ في المضله. الجزء الباقي موجود فين؟ في المضله. فحتى هتلاقي المضله شكلها عامل ايه؟ بيراميد كده، بيراميد. البيراميد ده مربع يعني هرم اهو. البيراميد ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من جزء معين من النيفرون، هنقول اسمه كمان شويه خلاص. تيوبيول، تيوبيول معناها تصغير لتيوب، لتيوب، تيوب انبوبه، انبوبه تيوبيول خلاص. تيوبيولز، تيوبيولز كتيره فضلت تتجمع مع بعضها عملت لي ايه؟ بيراميدز كتيره، كتيره قوي خد بالك، كتيره قوي يعني مش قليله خالص تمام. بعدين بدات التيوبيولز دي تتجمع 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 وتصب في الاستراكشر اللي بعد كده. بص شايف الاستراكشر اللي بعد كده ده؟ الاستراكشر ده اللي بالاصفر ده اللي بادئ ده، الاستراكشر ده اسمه ايه؟ اسمه كالكس. اللي بالاصفر ده اسمه كالكس، ده اللي بالاصفر ده اسمه كالكس. بص اللي بالاصفر ده بدا الاول صغير ثم كبر، بص بقى عندي كالكس كبير قوي. فالصغير ده اسمه ماينور كالكس، والكبير ده اسمه ايه؟ ميجور كالكس. هتشوف كده عادي الالوان باينه والدنيا زرقاء خلاص. طيب يبقى انا بكل بساطه الكيدني اتكونت من ايه؟ من كورتك فايبرس كبسول اول، ثم كورتكس، ثم مضله، بعدين المضله بتصب في الماينور كالكس، بعدين بتصب في الميجور كيلكس. بكل بساطه عشان نفهم واحده واحده مع بعض وما نستعجلش تمام. وايه ده؟ ده الرينال ارتري، ده اللي جايب لي الدم، وده الرينال فين اللي خارج مني الدم. خلصنا كده خلاص. تعالى هنا تاني نراجع الكلام نفس اللي قلنا. اول حاجه مين بره؟ ده الفايبرس كبسول. بعدين اول طبقه خارجيه بره كده اللي هي دي بتقابلني دي مين؟ دي الكورتكس. بعدين ده مين؟ ده المضله. المضله بتتكون من بيراميدز، المضله بتتكون من بيراميدز عادي خالص، بيراميدز كتيره ماشي. المضله بتتكون من بيراميدز كتيره اهو، دي كده مضله بيراميدز كتير. ثم مين ده؟ الماينور كيلكس. ثم بعد كده مين؟ الميجور كيلكس تمام. تعال نقرا الليبلز يعني اهو. ده الماينور كيلكس اهو، ما ضحكتش عليك، ده الماينور كيلكس. بعدين الكبير ده الميجور كيلكس اهو، وده البيراميد اهو. البيراميد ده جزء من المضله، المضله بتتكون من بيراميدز كتيره. بص على الماوس او الكيرسر اللي انا بعمل بيه ده، وده رينال كورتكس اهو، دي القشره الخارجيه خلاص. يبقى رينال المضله اهو، راجل مجدي اهو، رينال المضله بتتكون من ايه؟ من بيراميدز كتيره اهو، افضل ماشي كده. وده رينال فين، وده رينال ارتري، ورينال نيرف ده فكك منه ماشي. عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان الكيدني از ريترو بروتونيال اورجن. يعني ايه ريترو بروتونيال اورجن؟ يعني ريترو بروتونيال اورجن يعني ان ذا
posterior side of the abdomen. Posterior side of abdomen. حتى احنا بنعمل ايه؟ بنشاور على ظهرنا كده. بنشاور على ظهرنا كده. بنمسك ظهرنا من ورا كده. ونقول الحتة دي بتوجعني. فبنفهم انها ده الكدني هي اللي فيها مشكلة. فالposterior side of the abdomen يعني انا من قدام لورا كده. اخر حاجة ورا هلاقي مين؟ هلاقي الكدني. ده معنى كلمة retroperitoneal. ومش متحوطة بالبروتينيوم. يعني ريترو بروتينيوم. البروتينيوم ده اللي هو الكافرنج بتاع الابدومن. لا مش متحوطه بيه, هي ورا البروتينيوم. ثين فايبرس كبسول, ودي قلناها كل كدني وزنها تقريبا 150 جرام. كل كدني بتتكون من 6 ل 18 لوبس. لوب يعني ايه؟ يعني فص. فص. اللوب بيتكون من ايه؟ اللوب اتش لوب كونسيست اوف بيراميد اوف ميدلا كفرد ويز كورتكس. يبقى ده كده, ده البيراميد اهو وفوقيه كورتكس. ده كده اسمه ايه؟ اسمه لوب. كل كدني بتتكون من تقريبا 6 ل 18 لوب. 1 2 3 4 5 6 ده اقل ايه؟ اقل عدد لوبس. ده مثلا 1 2 3 4 5 6 7 7 كده, من 6 ل 18 لوبس في كل كدني. اللوب بيتكون من ايه؟ اللوب بيتكون من كورتكس وميدل بكل بساطه. خلصنا؟ خلصنا. نيجي للنفرون. خلاص احنا خدنا الكدني كحاجه كبيره, وقلنا 150 جرام متحوطه بفايبرس كبسول جواها كورتكس وميدل, والميدل بتتكون من بيراميدز وبيراميدز كتيره يعني, واللوب بيتكون من كورتكس زائد ميدل. خلصنا. عندنا كام لوب؟ من 6 ل 18. نخش بقى جوه ايه؟ بالميكروسكوب بقى. حاجه لازم بالميكروسكوب. احنا مش هنشوف الكلام ده جروس كده, ما فيش حد بيمسك كدني بيشوف النفرون. لا لازم بالميكروسكوب. هنشوف ايه بقى بالميكروسكوب؟ هنشوف حاجه اسمها نفرون. ما هو النفرون؟ النفرون it is the structural and functional unit of ايه؟ of kidney. and functional unit of kidney. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو اصغر حاجة من الكدني بكل بساطة. يعني نفرونز كتيرة عاملة للكدني دي بكل بساطة. عندي في كل كدني كام نفرون؟ تقريبا من 1 لـ 2 مليون in each kidney. كل كدني فيها من 1 لـ 2 مليون نفرون. انت متخيل؟ كتير قوي. 1 لـ 2 مليون في كل كدني. طب الستركتشر بقى بتاع ايه؟ بكل بساطة. نفهم مع بعض واحدة واحدة عشان هو ده اساس شغلنا. واحنا داخلين كده داخلين بارتري اسمه افرنت ارتري. افرنت ارتري. خد بالك انا 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 كان عندي هنا, هناخد البلاد سبلاي, بس كان عندي هنا ايه؟ رينال ارتري. رينال ارتري ده دخل هيتقسم حاجات كتيرة قوي. يفضل يتقسم لحد ما يروح لكل نفرون يغذي. بيغذيه بواحد داخل اسمه افرنت ارتري. افرنت ارتري ده اللي داخل. ثم الافرنت ده يفضل يعمل لي شبكة كده. الشبكة دي بتعمل لي حاجه اسمها جلوميرولس كابيلاري. كلمه جلوميرولس يعني كعبيره كده او كوره من الكابيلاريز. كلمه جلوميرولس معناها كوره. اهو وصفناها ايه؟ كوره اهي. طب ليه قلنا عليها كابيلاريز؟ لانها بتعمل فلتريشن يعني بتسرب الدم. احنا قلنا قبل كده في شابتر سي في اس, او خلينا نعتبر انك مش عارف حاجه يعني, هنقول من الاول تاني, ان الكابيلاريز ذا اونلي سايت اوف اكسشينج. يعني مفيش اي حاجه ولا ارتري ولا فين ولا ليمف ولا اي حاجه بتعمل اكستشينج غير الكابيلاري. هي الكابيلاري هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتعمل اكستشينج. فانا عاوز انزل الدم عشان يتكون لي يورين في الاخر, فبنزله عن طريق الكابيلاري. لازم نحط هنا كابيلاري اسمها ايه؟ جلوميرولس كابيلاري. كلمه جلوميرولس دي يعني ايه؟ كعبيره كده, كوره كده. وبعدين خرجنا عن طريق حاجه اسمها افرنت ارتري. ده كده اسمه ايه؟ افرنت ارتري. يعني ارتري برضو خد بالك, وهنشرح الكلام ده بالتفصيل. طيب الجلوميرولس كابيلاري دي عملت فلتريشن للدم. هنعمل فلتريشن للدم فين؟ في الكدني بقى نفسها او في النفرون نفسه. طيب النفرون عندي بيبدا بايه؟ النفرون عندي بيبدا بحاجه اهي. بص اهو انا برسمها اهو باللون الاورنج ده او الاصفر اهو كده. افصلها عن الجلوميرولس كابيلاري اهي, دي كده اهي. بفلتر في حاجه اسمها بومنز كبسول. بومن ده اسم العالم يعني, وكبسوله عشان شكلها عامل زي الكبسوله بكل بساطه. بومنز كبسول. يبقى الدم اول حاجه استقبلته مين؟ البومنز كبسول. خلاص سهل. طيب البومنز كبسول ده بعد كده بيودي على فين؟ بيودي على تيوبيول اهو. كلمه تيوبيول تصغير لتيوب. تيوب اهي, تيوب انبوبه. اول تيوبيول تقابلني اسمها بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. كلمه بروكسيمال يعني ايه؟ يعني لسه هي اول حاجه تقابلني بعد البومن كبسول. يعني البومن كبسول اهو, ثم اول حاجه تقابلني بروكسيمال يعني ناحيه الجسم. بروكسيمال
كلام اناتومي قوي بروكسيمال كونفوليتد تيبيول. ثم عندي بص بعد بروكسيمال كونفوليتد تيبيول اهو نزلت كده نازله وبعدين طلعت تاني سماها لوب 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 حاجه ملولبه كده كده لوب كده تمام لوب لوب اوف هينل. هينل ده اسم العالم برضه اللي اكتشفه سهله يعني. لوب اوف هينل بس لوب اوف هينل اهو بتكون من حاجه نازله وحاجه طالعه فاللي نازله دي بنسميها ديسندنج ديسندنج تيوبيول او ديسندنج لم لم يعني الطرف الطرف اللي نازل من اللوب اوف هينل والطرف اللي طالع اسندنج لم. يبقى مما يتكون اللوب اوف هينل ديسندنج لم واسندنج لم. ثم طلعنا 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 لقينا ايه تيوبيول تاني نسميها ديستال كونفيليتد تيوبيول سهله اهي. يبقى ده بروكسيمال وده ديستال بينهم لوب اوف هينل كونفيليتد تيوبيول خلاص. ثم حاجه تانية كده نازله 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 اسمها كولكتنج داكت. كولكتنج يعني ايه؟ خلاص هي دي بقى اللي بتجمع كل اليورين اللي هينزل ده اليورين خلاص يعني السهم الاحمر ده مشاور على اليورين تاني. انا هشرح بالتفصيل ما تقلقش خالص يعني واحده واحده عشان كل ما نشرح حلو كل ما يسهل علينا بعد كده وانت تكون فاهم اكتر. انا الاول عندي ايه بومن كبسول. بومن كبسول دي اول حاجه بتستقبل الدم. بتستقبل ايه من الدم؟ الويست برودكت. مش انا هدف الكيدني انها تعمل فلتريشن للويست برودكت. بتفلتر الدم. بتفلتر الدم ازاي؟ ان انا جبت لها كابيلاري. الكابيلاري ده تقدر تعمل اكستشينج يعني تقدر تنزل الدم. هنا مش بتعمل اكستشينج هنا بتعمل فلتريشن بس. وهنقول اشمعنى بتعمل فلتريشن مش بتعرف تاخد تاني هي بتنزل بس مش بتاخد. بتنزل ليه بالظبط هنقول تمام. المهم يعني دلوقتي انا ايه بقيت بنزل الدم خلاص بنزله فين في البومن كبسول. بعدين ديستال كونفيوليتد تيبول او كونفوليوتد تيبول مش عارف اسمها ايه بالظبط كونفوليوتد ولا كونفوليوتد يعني. ثم لوب اوف هينل ثم ديستال كونفوليتد تيبول ثم كولكتنج داكت. الكولكتنج داكت تنزل يورين خلاص. يبقى انا كده ده اللاست ستيج اوف فلتريشن هو اليورين خلاص. فلترت كل اللي انا عاوزه من الدم ونزل اليورين في شكل ويست برودكت بكل بساطه. راجع تاني اهو الرسمه هنا عليها بتاع عليها ليبلز اهو ده البومن كبسول. انت قول بقى معايا ده البومن كبسول اهو. ثم ده مين؟ ده البروكسيمال كونفوليوتد كونفوليوتد اسمها كونفوليوتد تيبول كونفوليوتد تيبول كونفوليوتد يعني ملولوه كده اهو كونفوليوتد تيبول اهو. ثم ده مين؟ اللوب اوف هينل ده كده الديسندنج ليمب وده كده الاسندنج ليمب. ثم الديستال كونفوليوتد تيبول كونفوليوتد تيبول ثم الكولكتنج داكت وبعدين اليورين خلاص. سيبك من الاحمر ده عشان الاحمر ده البلاد فيزلز اللي ماشيه حواليها هنقولها دلوقتي ايه لازمتها. بس خد بالك ده الافرنت وده الافرنت ده اللي احنا قلناه يعني. ده افرنت هو داخل وده افرنت ايه خارج والاثنين ارتوز. خدوا بالك خدوا بالك الاثنين ارتوز مفيش فين هنا لسه ما جبناش سيره فين خالص تمام. ده كده الاستراكشر. عاوزين من حاجه؟ لا خلاص كده. طيب نيجي للبروكسيمال كونفوليوتد تيبول لو تحت الميكروسكوب اكتر وشفناها يعني بصوره بقى صوره الخلايا نفسها. تعالى كده بالراحه عشان برضو نفهم بعضنا. بص دلوقتي ده البروكسيمال كونفوليوتد تيبول صح؟ ده البروكسيمال اهو ده الممبرين اللي انا بشاور عليه بالازرق ده اللي انا برسمه ده متكون من خلايا. الخلايا دي لو جينا نشوفها تحت الميكروسكوب هنلاقيها ايه؟ عامله كده تمام؟ كده. فجبنا خليه منهم. بص خد بالك في خليه برضو كده اهو كده ماشي؟ طيب خد بالك عشان برضو نفهم بعض اللي جوه ده اسمه ايه؟ اسمه اليومن. اليومن يعني الفراغ. يبقى في خليه فيسنج ذا اليومن. فيسنج ذا اليومن يعني الخلايا ناحيه اليومن. تعالى برضو هنا مثلا على الرسمه دي ده كده اليومن ده الفراغ. الفراغ اللي بيمشي فيه اليورين ده اهو يعني اليورين ماشي في الفراغ ده اليورين ماشي في الفراغ ده او كده اهو اليورين طار كده. اليومن ده متحاوط بهنا بخلايا وهنا بخلايا. بنسمي السيرفيس ده في الخلايا اسمه اليومينال سيرفيس. اليومينال سيرفيس يعني السيرفيس اوف ذا سيل ذات فيسنج ذا اليومن. اليومن اوف ايه؟ اليومن اوف تيوبيول. ما التيوبيول ده عباره عن حاجه مجوفه تمام. طيب لو جينا رسمنا عشان بس نفهم بعض قبل ما نخش في ال ده اهو سيل وجنبها سيل ثانيه وجنبها سيل ثالثه. السيرفيس ده اسمه ايه؟ اليومينال سيرفيس. طب السيرفيس ده اسمه ايه؟ سيرفيس اللي هو بين الخلايا وبعضها اسمه لاترال سيرفيس. طب والسيرفيس ده اسمه ايه؟ لو الخلايا يعني تاني كده نرسم تاني. انا عندي تيوبيول اهو في خلايا اهو خليه جنبها خليه. السيرفيس ده اسمه ايه؟ اسمه اليومينال. السيرفيس ده اسمه ايه؟ لاترال. لاترال يعني ايه؟ بين الخلايا وبعضها. السيرفيس ده اسمه ايه؟ اسمه بيزل خلاص. يبقى ده اليومينال سيرفيس وده لاترال سيرفيس وده ايه؟ بيزل سيرفيس. هنمسح بس الشخبطه دي عشان لما تيجي تذاكر من الفايل ما تزهقش ما تحسش الموضوع صعب اهو. استنى انا بس كنت عاوز اقول ان ده اسمه اليومينال سيرفيس. اليومينال
واللي في الجنب ده اسمه lateral surface، واللي تحت ده كده اسمه ايه؟ basal surface. يا رب يكون الكلام واضح. خلاص مش ننزل بقى كده ايه نشوف البروكسيمال convoluted tubule. ده مين؟ ده كده اللي طالع ده اليومينال سيرفس، ده اليومين اهو، ده اليوم. خلاص، واللي في الجنب ده مين؟ اللاترال سيرفس. واللي تحت ده مين؟ ده البيزل سيرفس. بكل بساطه البروكسيمال convoluted tubule بتتميز انها عندها في اليومينال سيرفس، ركز في اليومينال سيرفس بتاعها، عندي مايكروفيلاي. مايكروفيلاي الحته اللي طالعه دي كده اسمها مايكروفيلاي. فيلس يعني حاجه طالعه ونازله، طالعه ونازله. مايكروفيلاي يعني فيلس صغنطوطه. مايكرو فيلاي عندها مايكروفيلاي كتير قوي. وفوق المايكروفيلاي في حاجه اسمها براش بوردرز. بص براش بوردرز هي براش يعني عامله زي الفرشه كده. براش بوردرز يعني بوردرز عامله زي الفرشه، الفرشه اللي بتسرح بيها شعرك دي. براش بوردرز ليه بقى؟ اي حاجه في حياتك في الفيسيولوجي لو قال لك عندي مايكروفيلاي براش بوردرز قول له تو انكريز السيرفيس اريا. يعني ايه انكريز السيرفيس اريا؟ يعني انا لو عندي مربع كده، شرحنا الكلام ده، بس انا بعتبر ان انت اول مره تسمعني. لو عندي مربع كده والمربع ده خدته كله بالطول كده، دي سيرفيس اريا. هو نفس المربع رحت ايه، نفس المربع نفس الحجم رحت عامل كده اهو كده، مش ده استغلال اكبر المساحه؟ بص انا فضلت سنتين برسم فيهم، مش ده استغلال اكبر المساحه؟ فاسمه انكريز السيرفيس اريا. انكريز السيرفيس اريا تو ذا فانكشن، يعني الفانكشن معينه هعمل بيها سيرفيس اريا. فبكل بساطه انا موجود جوه اليومن هنا، جوه اليومن كده، جوه اليومن كده، وبزود السيرفيس اريا. سيرفيس اريا اوف ايه؟ سيرفيس اريا اوف ايه؟ بص شايف البلاد فيزلز، انا مش راضي اجي جنبها دي، قلت لك في بلاد فيزل. لازمتها ايه؟ لازمتها انها تعمل حاجه اسمها ري ابزوربشن. هنشرح كل حاجه بالتفصيل، بس انا يعني بمهد لدماغك. بتعمل حاجه اسمها ري ابزوربشن. يعني ايه ري ابزوربشن؟ يعني الدم لما جه فلتر الويست برودكت نزل لي حاجات كتير قوي، قد تكون ويست برودكت وقد تكون لا، نزل لي حاجات كتير قوي ممكن تكون مش ويست برودكت اصلا، ممكن يكون الجسم محتاجها. او اقولها لك بطريقه ثانيه، نزل لي مثلا كل الصوديوم اللي موجود في الدم. هل انا عاوز ارمي في اليورين كل الصوديوم اللي موجود في الدم؟ لا، انا عاوز شويه صوديوم بس انزلهم في اليورين والباقي يطلع تاني للدم. فنفس الفكره بالظبط، لما تيجي الجلوميرولار كابيلاري، الكابيلاري اللي عامله شبه الجلوميرولاي اللي شبه الجلوميرولاس كده، الكوابيره دي بتفلتر كل الدم تقريبا، بتنزل كل حاجه الحلو والوحش اللي انا عاوزه واللي انا مش عاوزه، بما فيهم الصوديوم مثلا. يعني مثال الصوديوم مثلا نزلته بكل الكميه اللي موجوده، نزل كل الصوديوم، وده مش معقول يعني، اكيد مش هسيب الدم من غير صوديوم. فبعمل ايه؟ بروح اعمل حاجه اسمها ري ابزوربشن. ري ابزوربشن يعني برجع، ري ابزوربشن ري يعني بعيد، ابزورب بعيد امتصاص الحاجه دي للدم. والدم كان ممتصها كده كده من السمول انتستين، يعني كلت صوديوم فالصوديوم حصل له ابزوربشن عن طريق السمول انتستين. بس عملت له حاجه اسمها ري ابزوربشن، اعدت امتصاصه تاني. خلاص، فلما بعيد امتصاصه تاني برجعه لي الدم. هقول لك اسم الكبير ده ايه، ده برضه اسمه كبير، برجعه تاني للدم. فلما رجعت لي الدم محتاج امتصه اصلا الاول من التبيول. ما التبيول اهي دي ماشي فيها صوديوم، دي كده ماشي فيها صوديوم، فالصوديوم ده عاوز ايه؟ عاوز ارجعه كده. فلازم حد يمتصه. مين اللي بيمتصه اول واحد يقابلني؟ اليومينال سيرفيس اوف ذا بروكسيمال كونفيليتد تبيول اللي هو ده. فعشان كده بزود السيرفيس اريا اوف ري ابزوربشن. لما اقول لك بزود السيرفيس اريا اوف ايه، قول لي اوف ري ابزوربشن. هل انت نفسك اللي بتعمل ري ابزوربشن؟ ايوه، ما هو انا اللي برجع الحاجه اللي انا محتاجها للدم، فانا اول واحد في ري ابزوربشن. بس مين اللي اكوريتلي، مين اللي بالظبط عمل ري ابزوربشن؟ الدم نفسه اللي هو الكابيلاري اللي جنبي اللي انا مش راضي اقول اسمها لغايه دلوقتي دي، هي اللي اكوريتلي عملت ري ابزوربشن. طب انا اللي ساعدتها، انا اللي مهدت لها انها تاخد الحاجه مني، تمام؟ فعشان كده البروكسيمال كونفوليوتد تبيول مليانه مايكروفيلاي اند براش بوردرز. وكذلك فيها تحت هنا اورجانيلز كتيره، اورجانيلز كتيره، وفيها ميتوكوندريا كتير. ليه بقى فيها ميتوكوندريا كتير؟ عشان الميتوكوندريا تطلع لي اي تي بي، والاي تي بي بيساعد في الاكتيف بروسيس، وهنيجي نقول الكلام ده في الفيديو الجاي ان شاء الله، ان عندي ري ابزوربشن بتاعي ممكن يحصل اكتيف او باسيف. ففي البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول بيحصل اكتيف، فبالتالي محتاج اي تي بي، عشان كده عندي ميتوكوندريا كتير، ميتوكوندريا كتير. فايه لازمه البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول؟ تعمل ري ابزوربشن. هل تعمل ري ابزوربشن بس؟ لا، مش فكره تعمل ري ابزوربشن بس، ما هي اول مرحله في الفلتريشن. تعمل ري ابزوربشن لكل الحاجات اللي انا عاوز ارجعها، بس في حاجات مش عاوز ارجعها فهتنزل في اليورين عادي. ما تفتكرش ان انا نزلت كل الصوديوم فهرجع كل الصوديوم، لا، انا نزلت كل الصوديوم الاول وبعدين بشوف ايه اللي محتاجه وايه اللي مش محتاجه. اللي محتاجه برجعه للدم، واللي مش محتاجه بنزله في اليورين. طب ارجعه للدم ازاي؟ عن طريق الري ابزوربشن. مين اللي بيعمل ري ابزوربشن؟ اول واحد يقابلني البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول. كلهم بيعملوا ري ابزوربشن، يعني لسه هنيجي اللوب اوف هينل والكولكتنج داكت، كله بيعمل ري ابزوربشن بس بنسب.
خلاص او بطرق مختلفه. اول حاجه خدتها البروجرام كونفليتد بيقول بتعمل ري ابزوربشن ازاي بالاكتيف بروسس. عرفت منين انها بتعمله بالاكتيف بروسس؟ انت لسه ما درستش الكلام ده بالميتوكوندريا، عندها ميتوكوندريا كتير. تمام. طيب ما تنساش ان في حاجه عندي اسمها تايد جونكشن. كلام هيستولوجي قوي انا عارف. تايد جونكشن يعني ايه؟ يعني الخليه طبيعي يعني خليه جنبها خليه بينهم بيكون في حاجه اسمها انتر سيلولار فلويد. انتر سيلولار فلويد يعني الفلويد ما بين السيلز. كلمه تايد جونكشن معناها ان الخلايا لازقه في بعضها كده ومفيش ما بينهم فلويد. البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول بتكون لازقه في بعضها ايبيكال فقط. ايبيكال يعني عند الايبكس يعني او اليومينال سيرفيس. كلمه ايبيكال ايبيكال يعني عند الايبكس او عند اليومينال سيرفيس. هي هيها صح نفس الكلام اهو. ما هو ده اليومينال سيرفيس هو الايبيكال. خلاص يبقى عندها تايد جونكشن عند الايبيكال سيرفيس او اليومينال سيرفيس. بس في اللاترال سيرفيس مفيش تايد جونكشن. يعني احنا لو جينا رسمنا خليه ثانيه جنبها، تعال نرسم كده خليه اهو كده اهي، ده المايكروفلاي بريش بوردرز، وخليه ثانيه جنبها. بص انا سايب مسافه ما بينها وبين بعضها في اللاترال سيرفيس، ولكن هاجي هنا اروح رابطهم بتايد جونكشن، امنع المسافه دي. يبقى التايد جونكشن فين؟ في الايبيكال سيرفيس بس او في اليومينال سيرفيس بس. لكن اللاترال عادي متساب في انتر سيلولار فلويد عادي. طب والبيزل برضو عادي متساب عادي ما فيش اي مشكله. خلاص تمام. عندنا بعد كده في بعد كده هنيجي نقول ايه بعد البروكسيمال كونفوليتد تيوبيول. عندي اللوب اوف هنل. اللوب اوف هنل كان بيتكون من ايه؟ من ديسندنج ليمب واسندنج ليمب. عاوز اقول لك ان الديسندنج ليمب بيكون ثن رفيع، لكن الاسندنج ليمب بيكون ثيك يعني تخين. ليه بقى؟ عشان الديسندنج ليمب بيعمل ري ابزوربشن عن طريق الباسيف فورس. بس الفورس يعني ايه؟ يعني مش محتاج اي تي بي. لكن الثيك بيعمل اكتف يعني محتاج ايه؟ اي تي بي. فهو ثيك ليه؟ عشان عنده ميتوكوندريا كتير. خليك ذكي. ماشي؟ ماشي. يبقى احنا وصلنا كده مبدئيا للفانكشن بتاعت الكدني بشكل مبدئي، ان انا بعمل فلتريشن لكل الدم، بعدين ببدا اعمل ري ابزوربشن عن طريق البارتس المختلفه في النفرون. فاول حاجه خدتها البروكسيمال كونفوليتد تيوبيول وقلت ان عندها براش بوردرز او سوري عندها الاول مايكروفيلاي وبراش بوردرز كتير. ليه؟ عشان تعمل ري ابزوربشن كويس. وبعدين نزلت على اللوب اوف هنل قلت ان عندي ديسندنج واسندنج. الديسندنج رفيع والاسندنج تخين. تفتكرها ازاي؟ اللي نازل رفيع واللي طالع تخين. اللي نازل رفيع واللي طالع تخين. يعني انا نازل فانا كرامتي في الارض كده رفيع، لكن اللي طالع هيبته كده كويسه فتخين. يعني حاجه كده بس تفتكر بيها. خلاص. طيب بعد كده عندي مين؟ الديستال كونفوليوتد تيوبول. الديستال كونفوليوتد تيوبول نفس البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، هو نفس الاستراكشر بالظبط. يعني لو جينا رسمنا الخليه هتبقى برضو شكلها عامل كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. نفس ايه؟ الديستال كونفوليوتد تيوبول. بس في كومباريزون بينها وبين البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول، اللي هي ايه؟ ان عندها ليس مايكروفيلاي. المايكروفيلاي بتكون قليله عندها ونو براش بوردرز. ما عندهاش براش بوردرز اصلا. نو براش بوردرز. نفهم من كده ايه؟ من غير ما نوصل للديستال بالتفصيل، نوصل من كده ان الديستال كونفوليوتد تيوبول مش بتعمل ري ابزوربشن بشكل كبير. يعني هو مش الوظيفه الاساسيه بتاعتها انها تعمل ري ابزوربشن، او لما تيجي تعمل ري ابزوربشن بتعمل ري ابزوربشن بس بنسبه اقل من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول. عرفت ده منين؟ من الاستراكشر. ما انا جيت في البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول قلت ان عندها مايكروفيلاي وبريش بوردرز عشان تساعد في الري ابزوربشن وتزود السيرفيس اريا اوف ري ابزوربشن. جيت هنا قلت المايكروفيلاي قلت ومفيش بريش بوردرز اصلا، يبقى كده مش محتاج اعمل ري ابزوربشن كتير. مش كاتعه يعني، ربنا مش خالقها عشان تعمل ري ابزوربشن كتير. خالقها ليه؟ عشان تعمل ري ابزوربشن بنسبه اقل من البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول. بكل بساطه يعني كلهم بيعملوا ري ابزوربشن، بس ايه؟ بس الفكره كلها النسب. نيجي للكوليكتنج داكت. اخر حاجه عندي ما انا خدت البروكسيمال ثم اللوب اوف هنل ثم الديستال ثم الكوليكتنج داكت. الكوليكتنج داكت في جزء عندي كورتيكال وجزء ميدالري في الكوليكتنج داكت. نرجع تاني كده، هو ايه الكورتيكال والميدالري ده؟ اهو كنت قلت ان انا عندي كورتكس وميدالله صح؟ فهنيجي نشوف كمان شويه كمان سلايد على طول ان البروكسيمال كونفوليوتد تيوبول موجوده في الكورتكس، لكن اللوب اوف هنل نزلت على الميدالله. ثم الديستال كونفوليوتد تيوبول موجوده فين؟ في الكورتكس. ثم الكوليكتنج داكت جزء منها كورتيكال وجزء منها نزل على الميدال. صح كده؟ رسمنا البتاع اهو. فهو يعني لو جينا النفرون اهو هتلاقي ان انا اهو بروكسيمال كونفوليوتد تيوبول فوق واللوب فينل كله في الميدال والديستال فوق في الكورتكس. طب الكوليكتنج جزء منها فوق وجزء منها تحت. خلاص؟ امسح برده الرسمه دي عشان ما تتوهكش كتير اهو، عشان بس تكون شايف شكل
شكل الكورتكس كويس، شكل يعني النفرون ايه، شكل الكدني كويس. طيب فهنا ما استغربناش ان احنا قلنا ايه، عندي جزء كورتيكال وجزء مدلري، لما بنفهم بنستريح. طيب ايا كان ده هو كورتيكال ولا مدلري، الكوليكتنج داكت بتتكون من تو سيلز، تو تايبس اوف سيلز، سيل اسمها بي سيل وسيل اسمها اي سيل. يعني ايه الكلام ده؟ يعني برضو لو جينا رجعنا تاني لرسمه النفرون، فهنرسم الكوليكتنج داكت بتتكون من خلايا، اهي خلايا كده، خلايا اللي مكون الممبرين ده خلايا، احنا مجازا بنرسمه خط، ولكن لو عايزين بقى نرسمه بجد زي الهيستولوجي بيرسموا خلايا كتيره جنب بعضها عامله للخط ده، مكونه للخط ده. فالخلايا دي بتتكون من تو تايبس اوف سيلز، عشان ما نقعدش نعيد في الكلام كتير يعني. تو تايبس اوف سيلز، بي سيل و اي سيل. البي سيل شكلها طول، طيب بتكون شكلها طويله وفيو اورجانيلز، فيها اورجانيلز قليل. وظيفتها ايه؟ وظيفتها انها تتحكم في الصوديوم والبوتاسيوم اندر افكت اوف الدوستيرون. من هو الالدوستيرون؟ يلا يلا افتكر كده معايا. الالدوستيرون كان بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن. طب حلو، انا قلت صوديوم اند ووتر ريتينشن، ايه اللي جاب البوتاسيوم في الموضوع؟ نرجع لكلام البايوفيزكس تاني. في البايوفيزكس كنا بنقول ان عندنا حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بام. الصوديوم بوتاسيوم بام كانت وظيفتها ايه؟ تخرج 3 صوديوم، 3 صوديوم، وتدخل 2 بوتاسيوم، تدخل 2 بوتاسيوم. طب تخرج وتدخل في الكدني مش مفهوم، يعني انت في الكدني تخرج وتدخل دي مش قصدنا هنا خالص، مش قصدنا هنا خالص تنزل في اليورين وتطلع في الدم، مش قصدنا كده خالص. في الكدني الموضوع بيكون على حسب احنا عاوزين نعكس الدايركشن في انهي اتجاه، بنخرج وندخل بس بنشوف احنا عاوزين نوديه ناحيه الدم ولا نوديه ناحيه اليورين، ففكك من الحته دي خالص. اللي عاوز تدركه دلوقتي، لما انا اقول الدوستيرون بيعمل صوديوم اند ووتر ريتينشن، كلمه ريتينشن يعني ايه؟ يعني احتباس الصوديوم والووتر. احتباس الصوديوم والووتر يعني ايه؟ يعني ما نزلوش في اليورين. فلما اقول لك بتخرج 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم، يبقى بتعمل ايه؟ ها؟ بتخرج 3 صوديوم يعني بترجع 3 صوديوم للدم، يعني بتعمل ري ابزوربشن. ركز بقى ليه؟ لان هنا الصوديوم فيفوربل باي الدوستيرون، الدوستيرون عاوزه، هو الدوستيرون وظيفته ان هو يعمل ريتينشن للصوديوم، فبعمل له ري ابزوربشن. كلمه ريتينشن هي ري ابزوربشن، سهله هي. احتباس يعني ما نزلتوش في البول. طب ولما ادخل 2 بوتاسيوم، يعني ادخل 2 بوتاسيوم يعني اعمل له اكس سكريشن، اكس سكريشن. فالالدوستيرون لما بيروح بيشتغل على صوديوم بوتاسيوم بام، بيعمل ري ابزوربشن للصوديوم، فبالتالي غصب عنه لازم ايه؟ ينزل البوتاسيوم في الدم، فبيعمل اكسكريشن او يوقع البوتاسيوم في البول، اكسكريشن ان يورين. اسف. يبقى لما انا اقول صوديوم والبوتاسيوم اندر افكت اوف الدوستيرون، هل الالدوستيرون يهمه البوتاسيوم؟ لا، الالدوستيرون يهمه الصوديوم، فهو بيهتم بالصوديوم وبيعمل له ري ابزوربشن، غصب عنه لازم يوقع البوتاسيوم لان الميكانيزم مرتبط ببعضه، الا وهو الصوديوم بوتاسيوم بوم. طيب بيهتم بايه تاني؟ بالووتر اندر افكت اوف اي دي اتش. اي دي اتش ده هرمون هناخده في الكولكتنج داكت بالتفصيل، الكلام ده هيتاخد تاني بالتفصيل، خد بالك. اسمه انتي دايوريتك، دايوريتك هرمون. انتي دايوريتك هرمون يعني ايه؟ من اسمه كده، عشان هنا الازرق مش هنشوف. انتي دايوريتك، انتي يعني ضد، دايوريتك عكس الدايوريسيز. انتي دايوريتك هرمون عكس الدايوريسيز يعني عكس اليورينيشن، عكس اليورينيشن. يعني ايه عكس اليورينيشن؟ يعني بيمنع اليورينيشن، يعني بيعمل احتباس في الميه. فده بيعمل ووتر ريتينشن اونلي، ووتر ريتينشن اونلي، مش ووتر اند صوديوم. مين اللي كان بيعمل صوديوم اند ووتر او ووتر اند صوديوم؟ الالدوستيرون. الالدوستيرون لما بيحبس صوديوم غصب عنه بيحبس ميه معاه ويوقع البوتاسيوم في اليورين. لكن الاي دي اتش تاثيره على الميه بس، ملوش تاثير على الصوديوم او البوتاسيوم. يبقى البي سيلز وظيفتها صوديوم اند ووتر ريتينشن باي الدوستيرون، فمجازا معاها بنقول ايه؟ بوتاسيوم اكسكريشن كمان. ووتر ووتر ريتينشن اندر ذا افكت اوف اي دي اتش اللي هو الانتي دايوريتك هرمون، او اسمه فازوبريسن، هنيجي له يعني لوحده. طيب عندي سيلز ثانيه اسمها اي سيلز، لازم هنا نغير اللون. سيلز اسمها اي سيلز. الاي سيلز مور مايكروفيلاي، فيها مايكروفيلاي اكتر من البي سيلز. مور هنا يعني مقارنه بالبي سيلز، وفيها سيتوبلازميك فيزيكلز اند ميتوكوند. يعني هنا بس ردا على فكره فيو اورجانيلز، هنا انا عندي اورجانيلز كتير، مور اورجانيلز يعني، عشان بس نكون اورجانيلز. طيب عند في الاي سيل في تو تايبس، تايب 1 وتايب 2. يعني بص احنا عندنا تو تايبس اوف سيلز جوه الكولكتنج داكت، بي واي، والاي نفسها فيها نوعين 1 و 2. 1 بيهتم بالH positive والH CO3 negative في normal metabolism
وبيهتم اكتر بالاسيدوز. الله، احنا جينا بقى لفكره الاسيدوز دي قبل كده، كنا بنقول ان من الفانكشنز بتاعه الكيدني اسيد بيز بالانس. قلنا يعني ايه اسيد بيز بالانس؟ يعني بشوف لو في اسيدوزس انا اروح عامل اكسكريشن اوف ذا اتش بوزيتيف، لو في الكالوزس بعمل اكسكريشن اوف اتش سي او 3 نيجاتيف، صح؟ لان الاتش بوزيتيف هو اللي بيمثل اسيديتي، فلو عملت له نزلته في اليورين هيقل في الدم فالدم يرجع نورمال يعني. تمام تمام. فتايب 1 بتهتم بالاتش والاتش سي او 3 النورمال ستيت او نورمال ميتابوليزم، يعني هي اللي بتعمل البالانس نورمالي. طب في حاله الاسيدوزس تايب 1 هي اللي تشتغل. ها قول لي بقى في حاله الاسيدوزس تعمل ايه؟ اكسكريشن، يلا اكسكريشن اوف اتش بوزيتيف، سهل. تايب 2 ليس، يعني ايه ليس؟ ليس اكتف، يعني مش بتشتغل ديورينج نورمال ستيت. وليس ان تايب، ليس ان نمبر، سوري، ليس ان نمبر كمان، ليس ان نمبر كمان او ليس اكتف كمان. وبتشتغل في الالكالوزس، يعني بتشتغل في الالكالوزس، يعني وقت الالكالوزس بتعمل اتش سي او 3 اكسكريشن. خلاص، يبقى نورمالي انا ما عنديش اسيدوزس ولا الكالوزس. مين اللي محافظ لي على البالانس؟ تايب 1 اي سيل في الكولكتنج دكت، تايب 1 اي سيل كولكتنج دكت. طب انا عندي اسيدوزس تايب 1 في اي سيل في الكولكتنج دكت تعمل اكسكريشن للاتش بوزيتيف. طيب لو انا عندي الكالوزس تايب 2 في الاي سيل في الكولكتنج دكت تعمل لي اتش سي او 3 اكسكريشن.